ده حلها مش ان احنا هنرص ارقام ونوصل للفاينل انسر وخلاص، ده مش هدفنا خالص النهارده. احنا هدفنا في المسائل ان احنا نتعلم طريقه حل المسائل، طريقه حل المسائل. يعني انا دلوقتي الشيت ده مثلا في 11 مساله، حلو، افرض انا جبت لك في الامتحان 12 المساله رقم اللي هي مش موجوده في الشيت اصلا، هتعمل ايه؟ يبقى انت ما ينفعش ان انت تقول المسائل ديت هي اللي ذاكرها ولو جت حاجه تانيه انا مش هعرف احلها، لا ده مش هدفنا خالص طول السمستر. طول ما انت بتسمع الطريق كويس وبتشوفني بتشوفني بحل المسائل ازاي، برضو مش هيبقى في عندك اي مشكله. ليه؟ ركز كويس طريقه حل المساله، مش ان انت نوصل للفاينل انسر وخلاص في المساله دي، ولو جت مساله تانيه مش هعرف اتعامل معاها. طب ازاي؟ لازم الاول اطلع الجيفن بتاعت المساله على جنب، تعال نشوف مع بعض ازاي. بيقول لي ايه في المساله؟ if 0.55 جرام اوف ذا جاز، يعني عندي 0.55 جرام، بعمل انا هايلايت على الحاجات المهمه في المساله، 0.55 جرام من الغاز يعني عندي غاز وزنه 0.55 اوكيبايز 0.2 لتر، اللتر ده ايه؟ فوليوم، ات 0.968 اي تي ام، والضغط اللي بيعمله الغاز 0.968 اي تي ام، يعني الغاز موجود في حجم 2 من 10 وبيعمل بريشر 0.968 اي تي ام، والوزن بتاعه الماس بتاعته 0.55 جرام، وكل ده موجود في تمبريتشر اند 0.98 كلفن، 298 كلفن درجة الحرارة الموجود فيها الغاز. بيسألك بقى بيقول لك وات از ذا مولر ماس اوف ذا جاز، وات از ايه؟ عايز مين؟ هايلايت برضو على المطلوب، هو طالب ايه؟ المولر ماس بتاعت الجاز. خلاص اتعامل مع المسألة ازاي؟ اروح على جنب كده اقول له انت مدينا اول حاجة الام، الام سمول اللي هي الماس بتاعت الغاز، اتفقنا ايه؟ عشان بالجرام، الام سمول 0.55 جرام، خلاص. ومدي ايه كمان؟ اعرف دكتور، رقم هو اليونت اهو هو المولر ماس بالظبط. تمام. وبيقول لي الفوليوم، الفوليوم 0.2 لتر، اليونت بتاعته لتر، لتر ده يونت اوف فوليوم، والبريشر اللي بيعمله الجاز البي ايكوال 0.968 اي تي ام. اللي انا بعمله ده انك تطلع الجيفن من المساله هيخليك ما تقراش المساله كذا مره. يعني الناس يا جماعه في الامتحان بتيجي المساله يقعد يقراها كذا مره عشان يربط الجيفن مع بعضها، انما لو انت طلعتها من اول مره خلاص مش هتحتاج تقرا المساله تاني، فانت كده وفرت وقت. ففهمت ليه الغرض من ان انا بطلع الجيفن؟ ان انا عشان ما اقراش المساله كذا مره واضيع فيها وقت، فبطلع الجيفن كلها على جنب الاول. وكل ده موجود، الجاز ده موجود عند تمبريتشر، الكونديشن دي كلها عند تمبريتشر 298 كلفن، وعايز المولر ماس. طبعا كلنا عارفين ان المولر ماس هي ايه؟ هي الام كابيتال. بس كده خلاص انا مش محتاج اقرا المساله تاني. اجيب المولر ماس ازاي؟ في ضوء الجفن اللي مدهاني دي، في ضوء الجفن اللي مدهاني دي اربط بينهم بقانون ازاي؟ ممكن قانون الام ها فكر مع بعض. كلكم قلتوا صح بس مش مرتبين افكاركم. ليه؟ المساله باينه قدامك انها سهله، والحاجه بص انت عارف ايه اصعب مساله؟ هي اسهل مساله. بمعنى ايه؟ ان مش عشان المساله سهله وتتحل مباشره تبقى انت تغلط فيها. بمعنى ايه؟ رتب افكارك. انا ايه القانون اللي بيربط عندي الفوليوم بالبي بالتي؟ الايدل جاز له اللي هو ايه؟ البي في الفي ايكوال ايه؟ ان ار تي. بس كده. طيب انا ممكن اطبق عادي في القانون هلاقي ان البريشر معلوم، صح ولا غلط؟ معلومه موجوده اهو، والفوليوم معلوم، والار انا احطها من عندي كونستنت، والتي معلومه، هلاقي عندي ايه؟ النمبر اوف مول بالظبط. اروح جايب الان ومن النمبر اوف مول احسب المولر ماس. طب ليه كل ده؟ طب ما انا ممكن اعملها في ستيب واحده واوفر، اوفر وقت، انا اولى بالوقت ده. يبقى البي في الفي ايكوال ايه؟ في نفس القانون، النمبر اوف مول دي هنشيلها ونحط ايه؟ ام سمول على ام كابيتال، ايوه، في الار في التي. اعوض بقى تعويض مباشر، هلاقي نفسي ان هم مدينا كل ده وايه؟ وعايز الايه؟ المولر ماس. في واحد تاني يقول لك انا هحسب الان واحسبها بعد كده لوحدها، افكها اقول الان ايكوال ام سمول على ام كابيتال واحسب المولر ماس عادي، از يو لايك، زي ما انت عايز. البريشر بكام؟ 0.968. الفوليوم بكام؟ ما هو الفوليوم 0.2 لتر. طب
انا استخدمتهم كده وانا مطمن. ليه؟ انا عايزك تلاحظ حاجه، انا عملت ايه؟ ان انا اتاكدت ان الاتنين ماتش مع بعض. فاكرين الجدول اللي انا رسمته قلت لك فيه وحدات يونتس بتشتغل مع بعض، بتحب تشتغل مع بعض، الاس اي يونتس. الجدول ده اللي هو بيبين لي امتى استخدم الار، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ قلت لك لما يكون عندي لتر واتموسفير الار بكام؟ الار بكام لما يكون عندي لتر واتموسفير؟ 0.082. ايوه 0.082. يبقى انت مش هتالف يا جماعه، احنا مش هنالف في المساله، هي المساله بتقول لك انا عايز ايه منك. خلاص، يبقى ليتر واتموسفير، فانا كده عوضت وانا مطمن ان هما الاثنين ماشيين مع بعض. طيب الام سمول 0.55 على الام كابيتال اللي انا عايزها، الار 0.082، التمبريتشر بالكلفن، يبقى انا مش محتاج احولها خالص. في مسائل تانية هنحولها، انما هنا هو مريحني ومدهاني على طول بالكلفن. خلاص، ممكن حد يشتغل معاه بالكالكوليتر عشان يقول لنا الفاينل انسر بكام؟ يبقى الام كابيتال تقريبا هتطلع حاجه و70، هتطلع حاجه و60 صح؟ 69.6 69.4 لا 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 40 ازاي؟ 40 ازاي؟ لا هتطلع كام؟ 69 64.4. ايوه 4.10 طلع معايا. خلاص، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المولر ماس. اليونت بتاعته ايه في الاخر؟ جرام بير مول، عشان هو المولر ماس. المولر ماس يعني ايه؟ وزن المول، فبتقول له جرام بير مول. خلاص، هو كده كده هيجيب لك ام سي كيو يعني. طب يبقى المولر ماس اللي انا طلعته دوت. الناس يا جماعه معلش المايك عشان بس الناس كلها تسمع المعلومه ومفيش حد يفوته حاجه. خلاص، نبص لها تاني ونشوف انا عملت ايه. مساله تعويض مباشر، بس انا مش عايزك تفهم ان هي تعويض مباشر، انا عايزك تفهم انا حليت طريقه حل ازاي، عشان الطريقه اللي انا بحل بيها دي هتمشي عليها في كل المسائل، مش هتغلط ان شاء الله. يبقى طلعنا الجيفن على جنب. خلاص، قلنا البي في الفي ايكوال ان ار تي هو ده اللي بيربط بينهم، شلنا النمبر اوف مول، حطينا ام سمول على الام كابيتال، لقينا الام كابيتال هي الوحيده اللي مجهوله وقدرت اجيبها اللي هي 69.4 جرام بير مول. في اي حد عنده مشكله في المساله دي؟ سؤال بس يا باشمهندس، اتفضل. هو انا ممكن احلها بالدنستي؟ ايه اللي جاب الدنستي؟ انا امتى استخدم الدنستي يا باشمهندس؟ لو اداها او طلبها، يعني لو ادالك الدنستي في المساله او طلبها، يبقى انا كده هستخدم قانون الدنستي. بقى ايه 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 لازمه الدنستي؟ ما هو قانون الدنستي بيجي من بي في الفي ايكوال ان ار تي، بس يعني نو نيد ان انا الجا له، لان مفيش احتياج ليه خالص في المساله، لا طلبها ولا اداها. يبقى ليه تزود قانون في المساله انت مش ما تعرفش عنه حاجه؟ يبقى الحاجه لو انا شاكك اختارها ولا لا، شوفها. لو اداها او طلبها، لو اداها برقم في المساله او طلبها تستخدمه. تمام، شكرا. العفو. نشوف المساله الثانيه، ودي يعني انت سؤالك يعني جه في وضعه بالظبط، ان المساله الثانيه بالصدفه بتتكلم على الدينستي. بيقول لك ايه بقى في المساله؟ كالكوليت، نعلم برضو عن هايلايت الحاجة اللي طالبها عشان ما ننساهاش. الدنسي اوف ميثين جاز CH4، خلاص، ان جرام بير لتر، عند تمبريتشر 25 سيليزيوس. وبيقول لك ان الميثان بيعمل بريشر لما تقاس لقى كام؟ 0.978 اتموسفير. ومديك من الجدول الدوري وزن الكربون وزن الهيدروجين. يبقى امتى استخدم الدنسي؟ بكرر تاني، قلت للباشمهندس لو اداها او طلبها. هو هنا ايه؟ طالب، فهستخدم قانون الدنسي. طب هل ان احنا هنا محتاجين نعمل له اثبات عشان نعرف نحل، ولا هحل على طول؟ انا المفروض حفظ القانون. ايوه، المفروض حفظ القانون. مين كده هيقول لي؟ ايوه، الدنسي ايكوال ايه؟ ها، بي ايكوال دي ار تي على ام. ايوه، بص انا بقى عايز احل، وفي نفس الوقت الحل بتاعي ده ينفع اذاكر منه. اروح اعمل ايه؟ اذاكر منه كملخص قوانين، اقول كده لو انا وانا افكر كده اقول ايه؟ والله الدنسي اطلع سهمين كده، يا اما اللي احنا خدناها زمان في ابتدائي واعدادي اللي هي الماس على الفوليوم، الكتله على الحجم، يا اما ايه؟ الدنسي ايكوال ايه؟ ها، اللي احنا خدناها فين؟ ايوه، بي ام على ايه؟ على ار تي. اشوف بقى، اشوف الجيفن بتخدم انهي قانون. يعني ممكن اجيب لك مساله حلها الماس على الفوليوم، اه طبعا، يعني لو عندك الماس والفوليوم انطلق خلاص يبقى اتحلت. انما انت هنا المعطيات اللي عندك بتوجهك انك تستخدم ايه؟ انهي قانون؟ التاني.
ايوه الله ينور عليك. يبقى انا ايه هستخدم القانون التاني، اروح اقول لك القانون اللي احنا هنستخدمه، يبقى ده طريقه تفكيرك في المساله. طريقه تفكيرك يا جماعه في المساله ان انا لما اطلب منك الدنسيتي انت بتفكر فيها ازاي، يا اما ماس على الفوليوم يا اما بي ام على ار تي. اروح اقول له كده القانون بتاعنا اللي هو ايه البي ام على ايه على الار تي. كده انا حددت القانون ولقيت الجيفن كلها بتوجهني ايه ان انا استخدم القانون التاني. خلاص طب تعالى نطلعها على جنب كده. اول حاجه التمبريتشر بكام؟ 25 زائد كام؟ 273 يبقى 298 كلفن. خلاص البريشر بكام؟ 0.978 ATM. خلاص ومدينا عارفين لما يديكوا الاوزان دي تعمل بيها ايه على طول؟ تحسب ايوه تحسب المولر ماس، تحسب الام الكبيره. الام الكبيره بتتحسب ازاي؟ لازم يكون عندي اسم الغاز اللي هو الرمز بتاعه السيمبل بتاع الغاز CH4. يبقى انا هحسب المولر ماس لمين؟ لل CH4 بيساوي كام؟ الكربونه اهو زائد 4 زائد 4 في 1 يبقى بكام؟ يبقى 16. خلاص يبقى انا كده ايه حسبت المولر ماس ومعايا البريشر ومعايا التمبريتشر. طب القانون فيه ايه كمان؟ اهي البي معايا والام معايا والتي معايا الار 0.08. ايوه طب واحد يجي يقول لي احنا حددناها ازاي؟ هقول لك عشان احنا هنا عندنا الاتموسفير بالظبط البي والفي، بس الفوليوم هنا عندي مش موجود، بس عندي حاجه واحده خلاص انطلق وحدد منها. يبقى لو عندك حتى اي تي ام تنفع تحدد منها الار اللي هي كام؟ 0.082. خلاص اروح معوض وانا مطمن الدنس، بس مش هبص بقى واجيب الارقام من المساله، انا هجيب من الجيفن اللي انا طلعتها على جنب. خلاص البي بكام؟ 0.978. وفي مساحه كويسه جدا تحت كل سؤال في الامتحان ان انت تحل براحتك. الام كابيتال 16 على كام؟ الار 0.082 التمبريتشر 298 اعرف اجيب الدنسيتي وهتطلع جرام برليتر 64%. طب مين جدع يقول لي ليه الدنس هنا طلعت جرام برليتر؟ ليه هنا قلت جرام برليتر؟ مين جدع يقول مولر ماس بالجرام؟ حد إيه؟ الار ب 2.8 ماس اوفر فوليوم. طب حد عشان جدع عشان استخدمنا الاي تي ام يا دكتور، عشان الدنيستي كثافه يا دكتور حاج. ايوه جرام. طب اشمعنى جرام بالليتر؟ ما هو ليه 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 انا الحاجات اللي انا عوضت بيها دي عشان استخدمت طلعت لي جرام بالليتر؟ لا استاندر عشان هو ماشي. انت دلوقتي بص انت دلوقتي احنا معانا اي تي ام والجرام اصلا. ايوه بصوا بقى احنا دلوقتي اكيد 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 في الفيزيكس انتوا بتعملوا الكلام ده، ان انتوا ازاي بتستنتجوا الفاينل يونت اللي بتبقى اللي البارامتر بيتحدد بيها. بمعنى ايه؟ ان الدنسي هنا انا مش هكتب الارقام دي، انا هكتب اليونتس بتاعتها وهكنسل حاجات مع حاجات لحد ما اوصل لجرام برليتر. عشان انت تقتنع امتى لو طلبت منك جرام برليتر تعوض بالبريشر بايه والتمبريتشر بايه والار بكام، يبقى انت المفروض تبقى انت عارف امتى تطلع جرام برليتر. طب افرض انا طلبتها منك بيونت تانية، ما تحولش حاجه بقى من دول، لما تطلع في الاخر حول براحتك، لما تطلع في الاخر حول براحتك في الاخر، يعني طلعها جرام برليتر عادي في السيب الاولانيه وحول الرقم الاخير. انما انت عشان تحول لي الحاجات اللي في القانون نفسها ما ينفعش. طيب البريشر بايه؟ انا هكتب اليونت بس بالاي تي ام. ايوه وقلنا المولر ماس بايه؟ الار بكام؟ بالاي تي ام في الليتر. ايوه بص بقى الناس كتيره بتحفظ اوفر المول في الكلفن. بص انا قلت لكم ان هجيب لك ام سي كيو في اليونت عادي، يعني ممكن اجيب اقول لك الار 0.082 اليونت بتاعتها واجيب لك ام سي كيو لخبطك. الناس حافظه الرقم بس مش حافظه اليونت، ده اكبر غلط. طيب الار بكام؟ اي تي ام ليتر اوفر في الكلفن. تمام والتمبريتشر بايه؟ كلفن. ازاي كل ده هيطلع في الاخر جرام برليتر؟ تعال نشوف. طيب ايه اللي هيحصل؟ الاي تي ام هتروح مع الاي تي ام، هتكنسل الاي تي ام. ايه
والمول هتروح مع المول. المول هتروح مع المول. حلو. المول تروح مع المول والكلفن. الكلفن هتروح مع الكلفن. جرام لكل اوفر لتر. بس انت مش هتعمل لي ده في الامتحان. انا بس بقول لك امتى هتطلع جرام بر لتر. لو البريشر بالاتموسفير والمولر ماس كده كده جرام بر مول، الار تبقى القيمه الصغيره. يبقى لو طلبتها منك جرام بر لتر على طول، اول ما احنا قلنا ايه تشوف لتر على طول تعوض بايه بالقيمه الصغيره. لو انت نسيت ازاي المول راحت مع المول، ايه المول ازاي راحت مع المول، شوفها كده هي فوق في المقام وتحت في المقام. هيبقى مول تربيع. لا هي فوق في المقام وتحت في المقام. ايوه هي مقسوم عليها. ايوه مول تنزل تحت والمول اللي تحت تطلع فوق يروح مع بعض. احنا قلبنا حصة ماس بصراحه. لا انت لازم تاخد بيزك ماس الاول وبعد كده يعني اصل هي بس حاجات اساسيه يعني. هي جنب الجرام مش تحت الجرام يعني. هي مول انا عامل بير يعني فوق ديفايدد واللي تحت ديفايدد فدي هتطلع. فكر فيها يا باشمهندس هتليك جبتها. في اي مشكله كده المساله من اولها اهي. في اي مشكله؟ لا تمام كده يا دكتور. عرفت بقى نفكر في المساله ازاي؟ يبقى لما اقول لك الدنسي، ها عادي يقول معايا الدنسي، اول حاجه اما افكر فيها اقول ايه؟ يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما ماس على الفوليوم، يا اما ايه؟ بي في اما على الار تي. يا اما على الار تي. طب مين اللي حدد لي؟ اشوف الجيفن بتخدم انهي قانون. تمام. هنشوف المسألة اللي بعدها. بيقول ايه 10 مولز من ايديال جاز كميته 10 مول 10 مولز من ايديال جاز هاز انيشال بريشر. بص اول ما تشوف كلمة انيشال لازم تعرف ان في فاينل. ما هو انا هجيب لك انيشال ليه بقول لك انيشال؟ طب ما هو لو ما فيش انيشال هقول لك البريشر بتاعه كذا. طالما قلت لك انيشال يبقى لازم تلاقي فاينل. هتلاقيها بس يعني مش عايزين نسبه الاحداث. الفاينل بريشر سوري الانيشال بريشر 8 ATM. ده البدائي خالص يعني. بيقول لك عندي 10 مول من الغاز موجودين في اسطوانه بيعملوا 8 اتموسفير موجودين في تمبريتشر 300 كلفن. خلاص بيقول ايه ذا جاز از فيرست اكسباندد يعني حصل له تمدد ات ال 300 يعني عند ال 300 دي بدايه التمدد انتل ذا فوليوم ايه دبلد. يعني ايه دبلد؟ الضعف. ده جيفن ولازم تعلم عليه كلمه دبلد يعني ايه الضعف مرتين يعني V2 equal to V1. ايوه بالظبط. يبقى كلمه دبل معناها الضعف. تمام. نيكست تمبريتشر زادت لايه 450 كلفن يعني بدايه التمدد حصلت عند ال 300 خلاص ولحد ما التمبريتشر زادت عند 450 وثبتت ات كونستنت فوليوم خلاص مش هيزيد تاني. الدبل يعني الفوليوم زاد الدبل وخلاص فضل ثابت عند الدبل والتمبريتشر ساعتها كانت 450 خلاص. لان احنا اخذنا قبل كده ان الفي دايركت مع التي كده كده لما بسخن الفوليوم بيزيد. هو قال لك ان الزياده دي من 300 ل 450 زودت لي الفوليوم الدبل. بيقول لك فاينلي ان اديشنال 5 مول يعني 5 مولز من الجاز اتضافوا على ال 10 از ادد ات كونستنت فوليوم وات از ذا فاينل بريشر. اولا مفتاح المساله احنا قلناه في المحاضره. قلت لك اول ما يديك انيشال ستيت وفاينل ستيت بتعمل ايه على طول جنرال جنرال في 1 في 1 بس خلاص. ايوه يبقى الجنرال يبقى مفتاح المساله معايا مفتاح المساله معايا اللي هو ايه الجنرال جاز لو خلاص اللي هو ايه البي 1 في 1 على ان 1 تي 1 ايكوال بي 2 في 2 على ان 2 تي 2. تمام. اطلع جيفن بقى عشان اعرف اعوض فيه. يبقى انت لما بتيجي تحل المساله يا جماعه انت خلاص بتلقط المساله ماشيه تبع انهي سكه وبتكتب القانون. خلاص بتكتب القانون عشان لما تيجي حتى تطلع الجيفن تعرف انت محتاج ايه. يبقى الخطوات اللي انا حليتها كلها ماتش مع بعض سواء طلعت الجيفن الاول او كتبت القانون او كتبت القانون وطلعت الجيفن مش فارق. بس لازم عشان ما تقراش المساله كذا مره. يعني تخيل بص بقى انا عايز اعوض في بتاع لو واحد عايز يعوض في القانون هيحتاج يقرا المساله تاني صح ولا غلط؟
مره عشان يحدد القانون في المره الاولانيه والمره الثانيه عشان يطلع الجيف او المعطيات اللي موجوده في المساله. لا انا مش هعمل كده بقى، انا بعمل كده بس عشان في الشرح بس، المفروض انت بتفهم مني انك ما تعملش كده. طيب يبقى في البدايه انا عندي ايه؟ ال N1 ال initial state ال N1 يكون 10 مول. لحظة واحدة بس عشان ممكن يا دكتور بس لو سمحت بتنزل لنا الحاجات دي. بص حكايه يا جماعه، بص عمر، بص حكايه ان انا انزل الحاجه دي يعني برضو يعني مش مستحبه، لان ايزي كام ايزي جو. يعني انت النهارده الحاجه لما بتنسى ساعات بس حاجات بنساها، مثلا انسى اكتب يونت ولا حاجه، فدي بتبقى تاكيد اكتر. بس خليك دايما اللي انت بتكتبه هو اللي انت فاهمه ولا انت تذكره. ده مبدا. انت عايز نصيحه ولا عايزني اضحك عليك واقول لك انا هنزل لك؟ انا كده هبوظك. يعني انا نزلت المره اللي فاتت في الريل جاز عشان انا عارف ان انا لازم انزل حاجه فيه، لان الريل جاز فيه اثباتات وفيه مش عارف ايه، فممكن تتوه مني، فانا نزلت اللي انا شرحته. وطالما فهمناه مع بعض يبقى هو ده اللي هيذاكر. بس ما تاخدش على كده، ما ينفعش، لازم انت اللي انت بتكتبه هو اللي انت تذاكره، علشان ما يبقاش انا ساهمت في ان انا ضيعك. انت بتفهم كل حاجه في المحاضره وبتاع وشاطر وكده، بس المذاكره مهمه، ما فيش حد ما بيذاكرش، لازم تذاكر. بس عشان تذاكر لازم تذاكر من حاجه انت كاتبها بخطك، عشان ده اللي انت فاهمه. طالما انت كتبتها يبقى انت فاهمها، يبقى انت ده اللي انت هتذاكره. خلاص، وانا بصبر عليك. يعني لو قلت لي استنى هات الكلمه دي فاتتني، هرجع لك حتى لو في الصفحه الاولى وانا في الصفحه العاشره، هرجع لك للصفحه الاولى. خلاص تمام، شكرا دكتور. طيب الانيشال سيت او الانيشال كونديشنز او الان 1 ايكوال ايه؟ 10 بولز، ال P1 8 اتموسفير، ATM التمبريتشر 300 كلفن. خلاص، وال T2 450 كلفن، وال V1 مش مدهاني، وال V1 بنسمه V V1. الفاينل ستيت، وشد خط عشان ما نتلخبطش، ال N2. مين جدع يقول لي ال N2 ايه؟ 15 بيقول لك. ايوه جدع، ليه؟ عشان بيقول لك اديشنال 5 مول. يعني ايه اديشن؟ كلمه اديشن لو ضفتها يعني ايه بلس؟ يبقى 5 يعني اضافت على ايه؟ ايوه بالظبط، اللي هما كام؟ 15. ال 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 بي 2 هو عايز الفاينل بقى اهو. وات از ذا فاينل؟ يبقى الايه؟ ال بي 2 مش معايا. خلاص، تي 2 ب 450 كلفن، اللي وصل لها في الاخر 450 كلفن. ايه كمان بيقول لي حاجه مهمه جدا؟ لا معاك، بيقول لك ان V equal to V1. يعني ايه دبل؟ يعني ايوه بالظبط كده، كلمه دبل. يعني يا جماعه مش لازم الجيفن تبقى كلها ارقام، ما انا ممكن اديك حاجه مع حاجه، يعني علاقه بارامتر مع حاجه ثانيه. مع هو كده مش يا دكتور مش هتبقى معانا صح؟ لان كده اصلا ما عندناش الفي 1، لسه هنجيب الفي 1 عشان كده قلت مش معانا. ما احنا هنفاجئ بقى ان احنا هنكنسلهم مع بعض. ما هو اصبر بقى، لما نشوف هنحل هنلاقي نفسنا بنكنسلهم مع بعض، هنشوف ازاي. يبقى دي الجيفن اهو، في 2 ايكوال. في حاجه ثانيه اقدر اطلعها من المساله؟ يبقى خلاص مش محتاجين نرجع للمساله ثاني. تعال نعوض بقى. يلا، البي 1 بكام؟ 8. الفي 1 معرفهاش، عادي جدا عادي. هقول لك دلوقتي هنعمل ايه. دي 10 ان 1 ال تي 1 300 ال بي 2 معرفهاش، ال في 2 اشيلها واحط مكانها ايه؟ 2 في 2 450. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان ال في 1 هتكنسل ال في 1. يبقى لقيت نفسك ان فين اللي ما ينفعش تحل ايكويشن في 2 انون، ما ينفعش، لازم تبقى فون انون بس، مجهول واحد. هنلاقي ان البي 2 انا حليت المساله دي وفاكر رقمها يعني قبل كده، هتطلع ب 9 ATM. تمام، 9 يبقى يا جماعه مش عايز حد يتعامل مع المسائل بحته ان هو يندفع او يستسهلها. لا ما ينفعش. انا حتى لو انت مستواك بروفيشنال قوي هتقع. ليه؟ لان الارقام هتدخل في بعضها، وهتضطر هتلاقي نفسك معوض في كونه غلط، زي ما زميلك كان بيقول في المساله الاولانيه ممكن نستخدم الدينسي او كده. احنا هنا عشان نحل المشاكل دي كلها مع بعض. في حد عنده مشكله في المساله دي؟
او هو انا ازاي وديت ال في واحد مع اتنين في واحد؟ لا هو دي ايكويشن عادية. الايكويشن دي لقيت حاجة موجودة ومضروبة، يعني معمول لها يعني مضروبة في حاجة قبل اللي يساوي وبعد اللي يساوي، مش رياضيا بتكنسلوا بعض، بيكنسلوا بعض. تمام يعني لقيت في 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 ايكويشن، وفي قبل علامه الايكوال حاجات مضروبه في بعض، وبعد الايكوال حاجات مضروبه في بعض، ولقيت بارامتر هنا زي بارامتر هنا، المفروض بيكنسلوا بعض. تمام شكرا. تمام معلش يا دكتور ممكن سؤال؟ اسال. لازم هو عند 300 قال لي ان الفوليوم بقى الدبل صح؟ لا دي بدايه ان الفوليوم يزيد بقى الدبل عند 450. تمام. يعني بيقول لك ان ال 300 دي بدايه ان الفوليوم بيبتدي يزيد معاه، يعني هو الغاز عند 300 لو فضل عند 300 ما عادش هيحصل حاجه، ابتدى عند ال 300 يزيد. انت عارف 300 دي يعني ايه؟ لو حولتها لسيليزيوس دي بتكافئ ايه اصلا؟ يبقى 27. هي عارف 300 دي؟ ال 300 دي هتلاقيها 27. يعني الغاز موجود عادي، ما يعني ما حصلوش اي تمدد عند الروم تمبريتشر. ابتدى يعني انت لو لقيت كده حولها لسيليزيوس هتقتنع بيه، ابتدى يسخن لحد ما وصل ل 450 كلفن. بعد كده قال نيكس، بعد كده قاس الفوليوم في مرحله تانية. لا لا النيكس دي قصده بيها ان انه لا بعد كده يعني ان هو ما استمرش في التجربه، يعني خلاص ثبت عند 450 ولقى ان الفوليوم كونستنت فوليوم اللي هو ايه الدبل، خلاص ما زودش حاجه بعد كده. ما هي اكسبيرمنت، هو اللي عمله ده ايه؟ هي تجربه في صيغه مساله، حتى جايب لك في الاخر اديشنال 5 مولز، يعني ضاف 5 مولز من جاز على 10 مول، وابتدى يقول لك احسب لي الفاينل بريشر. تمام. هو ممكن هنا يجي يقول لي احسب الفي واحد ولا لا؟ طالما لا ما ينفعش يقول يعني هيقول لك ازاي احسب الفي واحد رياضيا احنا كنسلناهم نفس الممكن احنا بطريقه ثانيه اجيب منها دي واحد، يعني من اللي كيفن الاول ممكن يجيب في واحد بعدين اضربه في اثنين فاشتغل بيها. ما هو الطريقه الثانيه البديل ليها ان انت هتستخدم في كل ستيت البي في الفي ايكوال ان ار تي، وهنا بي في الفي ايكوال ان ار تي، وتحل المعادلتين مع بعض. طب وليه؟ يعني اذا كانت الجنرال جاز روب بتحل لك المشكله وفون ستيب، يعني انت اصلا يعني انت حل المساله هو الستيب دي بس، يعني انت لو تلاحظ يعني حل المساله هو ده بس، ولا احتجت تحل معادلتين مع بعض، ولا دخلت يعني الموضوع في الرياضه اكتر. يعني الموضوع بسيط جدا، دايما احنا بنختار السكه الاسهل، عشان قلت لك في الام سي كيو انت بتسيف تايم. ما انا عايز اقول لك ما ممكن كذا واحد يحل بكذا طريقه، يعني زمان لما كان الامتحان مش ام سي كيو كان اي طالب ما كناش بنقول له عايزين طريقه معينه، كان اي طالب بيبدع واي طريقه صح طالما صح خلاص، بس كان عنده حريه وعنده وقت وعنده تمام. انما دلوقتي الام سي كيو انا ما بشوفش غير العلامه اللي بتظللها، يعني لو في رقم غلط في المساله او ار حطيتها غلط شكرا المساله طارت، وممكن انت تكون شاطر ومذاكر بس حصل عندك حاله ارتباك وما عرفتش تحل او ما عرفتش تعوض في حاجه، طارت منك المساله. فعايزين نختار الطريق اللي يسيف وقت، يعني اوفر بيه وقت في الامتحان، هتلاقي نفسك عشان تلحق حتى تراجع. وانتوا اكيد يعني جربتوا حكايه البابل شيت في السمستر الاولاني. What is the volume of hydrogen gas will be produced at 0.963 atm at 28 degrees Celsius from reaction؟ بص بقى المسألة دي فيها reaction يعني تفاعل يعني معادلة. طيب اولا المعادلة هي ناقصة في المسألة دي، انا لما بجيبها لك انا مش هطلب منك اكتب لي المعادلة، انا هجيب لك المعادلة في المسألة، يعني هتلاقي في المسألة بقية المسألة يعني الجزء اللي ناقص Zn بلس 2HCl بيدي ZnCl2 بلس H2، دي كانت ناقصة في المسألة H2 جاز، وهنا الزنك سوليد بديك الستيت بين قوسين تحت كل حاجة، الستيت يعني حالة كل مادة، وهنا أكوس يعني موجود في مية AQ يعني أكوس، وهنا أكوس. المعادلة دي تكملة المسألة. تمام. هو بيقول لك ايه؟ احسب لي حجم الهيدروجين الفوليوم بتاع الهيدروجين. يعني نزودها احنا يا دكتور؟ نزودها احنا نكتبها كده؟ نزودها دي لازم تيجي في المساله. خلاص هو عايز حجم مين؟ الهيدروجين، الهيدروجين جاز. طيب
اللي بينتج عند مين؟ عند 0 يعني بيعمل لي 0.96 عند كونديشن 0.963 ATM at 28 degrees Celsius. يعني الفوليوم، انا عايز احسب الفوليوم بتاع الهيدروجين اللي بيعمل بريشر 0.963 ATM وموجود عند تمبريتشر 301 كلفن. ليه 301؟ عشان زودت عليها 273، دي الكونديشن بتاعتي بتاعت الهيدروجين. طيب هو مين اهم حاجه في المعادله دي؟ مين جدع يقول لي مين اهم حاجه؟ الهيدروجين. ايوه هو ده، هو ده الجهاز. هل ينفع اطبق البي في الفي ايكوال ان ار تي على الزد ان سي 2؟ ينفع؟ لا، لانه مش جاز. لا ايوه، يبقى اهم حاجه، يبقى ده نكتب كده فوقيه اهم واحد، اهم حاجه بالبلدي كده بينه وبين بعضين، هو ده اللي بتكلم عليه، هو ده اللي هتقليه. لان انا في الايدل جاز انا اديتك ايكويشن فيها حاجات كتير، مالكش دعوه، انت ركز في الجاز اللي طالع. خلاص تمام. طب في مساله الايكويشن دايما، انت دلوقتي قلت لنا دكتور انا عايز طريقه، مش عايز احل وخلاص مساله ديت واسمي وصلت الفاينل انسر وخلاص، انا عايز طريقه للمسائل اللي فيها ايكويشن، اعمل او اتصرف فيها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. طيب هنا بيقول ايه؟ خلاص كتبت الكونديشن بتاعت ايه؟ الهيدروجين. والرياكشن ده بتوين مين ومين؟ خلاص قلنا الزنك والهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl. خلاص الجمله دي ملهاش اي لازمه بعد كده. بيقول لك افرض ان ده ايدل جاز، خلاص ده ملهاش برضو اي لازمه، حتى لو ما قالش انا هفترض ان هو ايدل جاز. ايوه باشمهندس. هو احنا هنا هنضرب المعادله في 3 ليه؟ لا المعادله مفتوحه. ان هو قال 6 مول. لا لا لا، بص ال 6 مولر دي، ال 6 مولر، كلمه 6 مولر ملهاش اي لازمه، دي اسمها 6 مولر يعني تركيز. انت عارف يعني ايه تركيز؟ هتاخدوها في اللاب ان شاء الله. تركيز دي يعني الكونسنتريشن، يعني لو جبت مثلا كوبايه ميه حطيت فيها معلقه سكر، زي ما تحط فيها 5 معالق سكر، ده اسمه تركيز. التركيز احنا خدنا التركيز في الايدل جاز ملوش اي لازمه، مش هيفيدنا باي حاجه. يبقى هنيجي كده، هنكتب يعني هنعمل علاقه ما بين الزد ان والهيدروجين، صح؟ ايوه الله ينور عليك. بس قبل ما اعمل العلاقه تعال نشوف اي طالب عادي ممكن يفكر ازاي هيقول ايه. هيقول ايه العلاقه اللي بتربط الفي مع البي مع التي؟ وانا عندي حاله واحده، مفيش بقى انيشال ستيت وفاينل ستيت، مفيش دينتس، مفيش. يبقى هتلاقي نفسك بتروح لفين؟ بتروح لفين؟ بس بالظبط، هلاقي نفسي بروح اجباري بي فيكول ان ار تي، شبه المساله الاولانيه خالص. يبقى دايما لما الاقي الشكل ده كده الفي والبي والتي، يبقى بي في فيكول ان ار تي. هو عايز مين؟ طبعا كل ده بتاع مين؟ الهيدروجين. الفوليوم ده بتاع مين؟ الهيدروجين. النمبر اوف مول بتاع مين؟ الهيدروجين. خلاص. والتمبريتشر ده بتاع مين اللي موجود فيها الرياكشن؟ الرياكشن اللي حصل، وهي نفس التمبريتشر بتاعت الهيدروجين اللي هنعوض بيها 301. مش دي القصه. القصه في ايه بقى؟ ان انت عندك البريشر تمام والفوليوم وعندك الار وعندك التي، عندك مجهولين في المعادله، ينفع تحلها؟ ما ينفعش. لقيت مين كمان مجهول معاك مع الفوليوم؟ لو عرفته هتجيب الفوليوم. ايوه، علشان كده لازم نجيبها، لازم نجيبها من المور ريشيو. عارفين يعني ايه مور ريشيو؟ يعني هنا بيقول لك ايه؟ يعني لازم اشوف قد ايه زنك طلع لي قد ايه هيدروجين، اجيبه منين؟ من النمبر اوف مولز. المعادله بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان كل 1 مول من الزد ان بينتج 1 مول من ايه؟ من الهيدروجين. ال 1 مول اهي، يعني انا لو كتبت هنا 2 تبقى 2 مول للي مش عارف، ولو كتبت هنا 3 يبقى النمبر اوف مول هو الرقم اللي بيتكتب جنب الزد ان او جنب اي حاجه. يبقى هنا مفيش حاجه يبقى 1، وهنا مفيش حاجه يبقى 1، يبقى كل 1 مول من الزنك بيدينا 1 مول من الهيدروجين. حلو قوي. طب هو استخدم 1 مول ولا استخدم، بيقول لك ايه في المساله؟ 6 جرامز، يعني استخدم 6 جرام من الزنك. ال 6 جرام دول فيهم كم مول؟ مدينا على المولر ماس. ايوه مدينا المولر ماس. يبقى ال 6 على كام؟ على 65.4 مول من الزد ان بينتج قد ايه من الهيدروجين؟ بس كده. يبقى انت كده جبت الان بتاعت مين؟ الهيدروجين. اروح عامل كروس ومطلع الان. طيب ده لو جينا حسبناه هيطلع بكام؟ 0.09. احسبوها كده وتاكدوا.
تمام يا دكتور 0.09 صح. يبقى كل 0.09 هتنتج قد ايه؟ 0.09 لان كل 1 مول بيطلع 1 مول، يبقى 0.09 هيدي ايه؟ 0.09. بالصدفه طلعت نفس الرقم ليه؟ علشان هنا كل 1 مول بتدي 1 مول. طب افرض المول ريشيو مختلفه، ساعتها هتختلف. يعني قال لك كل 2 بيدي 3 ولا كل 3 بيدي مش عارف ايه، ساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل كروس وتبتدي تحسب النمبر اوف مول اللي انت عايزها. يبقى هنا بالصدفه طلعت نفس الرقم اللي هو كام؟ 0.09. يبقى لما اجي اعوض اعوض بايه؟ خلاص بقى هعوض ب 0.09 هنا، يبقى 0.963 ده البريشر، الفوليوم انا ما اعرفوش، النمبر اوف مول بقى معلوم عندي عادي، الار هستخدمها بايه؟ ها عندك اي تي ام اهو، يبقى 0.082، وطالما عوضت بيها يبقى الفوليوم هطلعه بالايه؟ بالليتر. بالليتر تمام. التيب كام؟ 301. 301. لو جيت حسبت الفوليوم هيطلع بكام؟ هيطلع 2.35. تمام 2.3. يبقى ده الفوليوم، وبالليتر عشان انت معوض ب 0.082 الجدول اللي احنا قلناه في الاول خالص. يبقى دي مساله الايكويشن بتعامل بيها كده، مساله الايكويشن بعمل مول ريشيو بطلع منها النمبر اوف مول، ومن النمبر اوف مول بي في الفي ايكوال ان ار تي. ايه ده في كل المسائل؟ اه في كل المسائل اللي فيها ايكويشن. يبقى انا بديك ايكويشن معلوماتها الوحيده للمعلومه يعني. ايوه زميلكم دلوقتي بتقول سؤال مهم، اشمعنى عملت المول ريشيو بين الزنك والهيدروجين؟ علشان هو مدينا وزن الزنك والمولر ماس بتاع الزنك، فعلشان كده هو ده اللي يهمني. يبقى انا لو طلبت منك عايزك تعمل من الاتش سي ال والاتش 2 هديك معلومات عن الاتش سي ال، يبقى هتستخدم اتش سي ال والاتش 2. انما هنا انا مديك ايه؟ مديك 6 جرام وهنا المولر ماس، يبقى ده ضمنيا بقول لك ان انا دخلت 6 جرام. طب ال 6 جرام دول فيهم كم مول؟ طب بيطلعوا لي قد ايه هيدروجين؟ دي اسمها المول ريشيو. وهو برضو يا دكتور اللي بيحدد لي مثلا كل مثلا مول هنا. اه ايوه طالما الايكويشن مديها لك في المساله يبقى بالانس، ما تدورش على يعني انا مديك ايكويشن في المساله يبقى انت مش ما توزنها، يعني مش محتاج توزنها اصلا، خلاص هي موزونه انت هتشتغل كما هي. طب على اذنك يا دكتور، بما ان احنا عندنا عدد مولات الهيدروجين ينفع نجيبها حجم؟ ينفع نجيبها ايه؟ لا بص عدد مولات الهيدروجين، معلش بس الدكتور ممكن ثواني عشان في حد خربه، هو خرب قفل مره واحده هو ما سمعش كده، مش هيسمع الاجابه بتاعت حضرتك. طيب انا 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 هبص للمساله اللي بعدها بس سريعا كده عشان هربط حاجه مهمه. بص يا دكتور بعد اذنك عايز اسال سؤال. هو بس عشان تحب تطلعني من الميت، هو ينفع نضرب اللي هو نجيب حجم الغاز ده نضرب بعدد المولات 22.7؟ ازاي الكلام ده؟ انا قلت لك اس تي بي اهو، دي اكبر غلط. اقفل بس المايك عشان الصوت، انا هرد عليك دلوقتي. اكبر غلط يا شباب ان انت تستخدم كونديشن الاس تي بي من دماغك، اوعى تعمل كده. انت هنا مبدئيا عندك ايه؟ عندك تمبريتشر 28 سيليزيوس مش زيرو، وعندك بريشر 0.963 مش 1. ازاي تستخدم الاس تي بي؟ انا يا جماعه ما استخدمش الاس تي بي الا اذا طلبها كتبها صريحه ات اس تي بي. فاكرين لما حلينا مساله الريل جاز كان بيقول لك ات اس تي بي مش عارف كالكوليت البرسنتج بتاعت السي او 2، فاستخدمت الاس تي بي وساعتها قسمت على 22.4، فده ساعتها حطيت 22.4 عشان هو قال لي اس تي بي. يبقى يا جماعه ما استخدمش الاس تي بي كده من دماغي، لازم هو اللي يقول لي عليه. يبقى الا ايوه الجزء بتاع ان انا جبت فيها ال ان للهيدروجين. ايوه انا مش فاهمه الجزء ده. مش فاهمه ازاي تعملي مول ريشيو، ولا مش فاهمه ليه عملنا كده؟ احنا عملنا كده علشان نجيب ال ان هيدروجين. مش فاهمه ازاي جبتها. اه بصي بقى، انت مش اخدتي، انت مش واخده الناس بالعربي ولا بالانجلش؟ لا واخده بالانجلش. طب مش عارف حاجه اسمها الكروس مالتيبليكيشن، ان انت بتعملي ايه لما انا فاهمه انا فاهمه أيوة. ده في ده؟ يعني انا الرياضه اللي حصلت، بس انا مش فاهمه يعني انا ازاي حددت ان هي 1 مول زنك اللي هو 1 مول زنك. ما هي المعادله، اي معادله دي كلمه كيميكال ايكويشن، يعني معادله، المعادله دي اللي انا الايكويشن يعني الحاجات اللي انا فعلتها مع بعض طلعت لي حاجات. طب
في حاجة اسمها بالانس ايكويشن، يعني كل يعني احنا لما نخش المعمل هل انتوا بتحطوا اي كمية على اي كمية، بس انت عشان تتعرف على المادة. بس انا لما اجي اعمل تفاعل مثلا في شغل حاجة ادفانسد بكون حاسب بالظبط قد ايه من المادة دي محتاج قد ايه من المادة دي، وعارف هيطلع لي قد ايه. انت 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 ممكن انا بتكلم فيه يعني، يعني بقول لك يعني مفيش حد بيستخدم كده من دماغه، يعني انا هجيب مثلا الزنك مثلا كيلو على اتش سي ال مش عارف 2 كيلو، لا مفيش حد بيعمل كده. ده انا بكون وزنها الاول وعارف هستخدم قد ايه من ده وقد ايه من ده وقد ايه من ده وهيطلع لي قد ايه كمان. فده ده اسمه الكيميكال ايكويشن، ان انا بكتب المعادله الاول قبل ما اعمل التفاعل، ولما اجي اعمله ببقى عارف ال1 مول من الزنك هيطلع لي 1 مول من الهيدروجين، دي خلاص محسوبه معمول لها بالانس. دي معنى كلمه بالانس ايكويشن. يبقى انت كنت فاهم الجزء الماس بس مش فاهم الكيميكال مينينج بتاعت الايكويشن يعني. اتفضلي قولي انا سامعك يا جماعه، ما حدش يسايف يعني، ما حدش يقول انا سؤالي ملوش لازمه، لا اسال، ممكن سؤالك يكون يفهم ناس ثانيه كتير. ما هو يعني انا الفكره يعني انا مثلا خدت هنا واحد مول زنك لان اصلا جنب المول ما فيش واحد. اه بالظبط، انا هو قصدي ما فيش يعني ما فيش رقم قصدي يعني. ايوه بالظبط، ما فيش رقم، يبقى ده اسمه وان مول، الوان ما بتجيش. وهنا الهيدروجين مفيش جنبها حاجه، بقول عليها ايه 1 مول. ال2 ديت بتاعه الهيدروجين نفسه، بقول عليها إيه؟ اي غاز N2 O2 H2، ال2 دي ما تعنيش النمبر اوف مول، انما النمبر اوف مول بيكتب هنا في الليفت سايد من السيمبل. يعني كتب لو كان مكتوب 2 او 3 يبقى ده 3 مول او 2 مول او الكلام ده كله بالظبط. وده اللي انا كنت عايز اقوله في المساله اللي بعدها. بصوا كده بالجزء، ثواني بس، الجزء اللي تحتها عايز. هو السطر الثاني في الـ يعني في الكروس مالتيبليكيشن ده، دي كانت ايه عشان نسيت. انتوا ليه شفتوا ايكويشن اتخضيتوا؟ انتوا كنتوا ماشيين كويس في اول ثلاث مسائل. يعني الايكويشن بتلخبط كده. طب هتيجي في الامتحان؟ لا انا قصدي السطر الثاني. شكرا يا دكتور. ما هو هنعمل ايه طيب؟ ما هو يعني المفروض الايكويشن دي اسهل حاجه، يعني بقول لك ان هي بتعبر عن او تجيبها، تجيب منها ايه وبعد كده تعمل ايه. اللي كان بيسأل اتفضل. طب انا جبت في الجزء بقى دكتور، في حد عمال يعمل ميوت لمين؟ هو اتعمل ميوت انا دلوقتي برضو، انا بتكلم مره واحده حد عمال ميوت، مش عارف مين اللي عمال ميوت. هو احنا عمالين يتعمل لنا ميوت يا دكتور وبنطرد من الميتنج على فكره. انا وعدتكم المره اللي فاتت ان انا هعمل السيتنج بتاع المايكروسوفت بحيث ما حدش يتحكم فيه يعني غيري ان شاء الله. ده هعمله من المره الجايه ان شاء الله، بس انا اشتغلت في كام حاجه كده فما عرفتش يعني، ما كانش عندي وقت. ان شاء الله من المره الجايه. نستعمله ايه التركيز؟ مش بنستعمله ولا في حاجات معينه؟ الايه ما انا سامع التركيز بتاع الهيدروكلوريك اسيد. اه التركيز، لا التركيز ده هو مديهولك التركيز اللي استخدمه اللي هو 6 مولر، ده مش هنستخدمه لان التركيز ده حاجه التركيز ده ما مش هنستخدمه لان التركيز ده حاجه يعني مش ملهاش علاقه بالجازس، يعني الجازس التركيز قصده بهنا تركيز الماده السائله بتاعه الاتش سي ال، ده ماده ليكويد يعني. فالجاز عندي انا بضوب على الغاز، يعني يهمني البريشر والفوليوم والنمبر اوف مول والبارامتر بتاعه الجازس، فما يهمنيش. انا مدولك كده في المساله عشان كلخبطه يعني. انا في الميتنج الجاي لو حضرتك تقفل الستاتنجز، يعني اللي عايز حاجه يرفع ايده او كده، لان كله بيتكلم في وقت واحد والموضوع مشتت جدا، ويعني مش عارفين نستفيد باسئله غيرنا، ويعني الموضوع مشتت. الموضوع مشتت. بصي انا اقول لك على حاجه، في المحاضره الدنيا دكتور محرجك هيتعملك ميوت. لا 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 مفيش حد عامل ميوت، انا اللي كنت عملت عشان بس بعمل حاجه. بص المحاضره ليها نمط معين احنا بنمشي بيه، وارد جدا ان ناخد اسئله، بس لو ما بلاقي الاسئله خلاص بتزيد عن حدها يعني خلاص بوقف وبنقل الجزء اللي بعديه وباخد الاسئله في الاخر. فانا لما بشوف الموضوع اللي عايز سؤال يرفع ايديه عادي. طب وماله وماله؟ طب ما هو اللي بيسال دوت اكيد يعني هيرفع ايديه وهيستنى دوره، هي هي يعني مش اصلا انا بفتح له هي الفكره يا دكتور ان هي بتتكلم ان احنا بنتناقش مع حضرتك وبنتناقش كلها في السؤال، فهي بتتشتت، فهي عايزه ان مثلا ايه اللي يرفع ايده مثلا يقول السؤال وحضرتك تجاوب عليه بس من غير ما حد يتكلم خالص، هي ده كان قصدها يعني.
وبعيدا عن كده في وقت كتير ضايع يا جماعه. دكتور مش عارفين نكمل الجمله اصلا. واضح ان الجروب مش يعني مش يعني مش متفاهم مع بعضه كانتوا يعني كطلبه مش متفاهمين مع بعضكم. سن اصغر مننا تقريبا ناس جايه هنا غلط يعني ناس بتخرج الناس وبتعمل ميوت انا مش فاهمه ازاي يعني احنا معانا ناس مش في الجروب. ما انا ممكن يكون بقى ناس جم هنا غلط بقى كي جي 2 او حاجه. انتوا تبعتوا لينك التوتوريال لحد هو بيتبعت الجروب الامبورتنت بس ما هو تبع جروب 1 يعني مش عارف حد بيدخل زياده حد بيدخل ما فيش طبعا حد بيدخلش زياده بس النهارده احنا عددنا كبير قوي احنا عددنا 315 او 320 فاكيد في ناس مش موجوده. طيب خلونا بس نكمل التوتوريال وانا كل اللي انت قلتوه ده يعني هاخده في الاعتبار ومن المره الجايه هيكون في تغيير في حاجات كتير ان شاء الله. يا دكتور ايوه طب حضرتك يا دكتور مثلا كم الاسئله بقى كبير قوي لو حضرتك مثلا كل واحد يكتب نوت للجزء اللي هو مش فاهمه وي. ظاهر يا دكتور حد يخرجه كمان. ايوه يا باشمهندس ما خرجتش انا معاك. لا ما. انا كل ما اجي اسال حد يخرجني انا مش عارف ايه. يا دكتور هو قصده الشخص اللي كان بيسال اضطرد ذات نفسه مش على حضرتك. انا قبل ما اخرج قبل ما حد يخرجني يعني. طيب خلاص معلش هنوقف اسئله وان شاء الله المشكله دي المره الجايه هتكون محلوله ان شاء الله مفيش حد هيبقى عنده اي مشكله في حته انه يسال وهيكون الموضوع منظم ومش هيبقى في اي حد بيعكس حد يعني او بيضايق حد في الجروبس او يعمل له ميوت او كده. هو حضرتك انا اتطردت اساسا وانا بكلم حضرتك اتطرد فانا ما سمعتش اللي فات بقى. احنا ما قلناش حاجه يعني احنا لسه ما قلناش حاجه كنا مستنيينك. دلوقتي المساله بصوا يا جماعه المسائل اللي بالاحمر دي اسايمنت وهستلمه منك يوم الاربعاء يعني يوم الاربعاء بكره يعني اللي سوري اللي بعد بكره. انت المفروض بعد ما تخلص النهارده باي ماكسيمم بكره تخلص لي المسائل دي كلها خلاص. الاساينمنت بتاعك بقى انا هعمل حاجه في حاجه لو في حاجه وقفت قدامنا يا دكتور ولا حاجه. الاساينمنت بتاعك ايه اللي هيحصل؟ بص الاساينمنت انا اول اساينمنت يعني ممكن ثاني اساينمنت انا مش حاسب على درجات انا هشوف فين العيوب اللي عندكم علشان نعرف نحلها هشوف ايه مين بيشتغل ازاي ومين بس ما تنقلش تعال قول لي انا عندي ظروف ما حلتوش ما عنديش مشكله هقول لك هاتولي في وقت معين انا هسلمه منك فيه بس ما تنقلش انت كده بتضر نفسك انت كده بتضر نفسك وبتضيع المعنى الجميل للماده بتضيعها تماما وفي الاخر انت اللي هتزعل في الاخر. طب يا دكتور بعد اذنك احنا في ايام يوم الاربعاء ما بننزلش فيها. لا انا مش طالبه من يعني ال انتوا هتسلموه في اللاب في نظام هيحصل يعني مش كل الجروب هيجي يسلموا في اللاب في يعني الناس في ناس محظوظه هيبقى حظها ان تسلمه من الاربع اللي بعد الجاي الناس اللي بتكلم عليها تسلمه من الاربع ده الناس اللي عندها لاب الاسبوع ده وفي ناس عندها لاب الخميس انا هكون موجود كده كده الاربع موجود طول اليوم يوم الخميس انا مش هكون موجود هتسلموه برضو في اللاب المعودين هيسلموه منكم خلاص. طيب انا هعمل حاجه حلوه انا هعمل ايه انا هطلب منك ان هتحل لي المسائل كلها تاني وتسقي بالاحمر يعني المسائل اللي انا حلتها واللي ما حلتهاش في ورقه كده فلوس كاب وتحطه في فايل وتجيبه لي في اللاب. طب ممكن يا دكتور عشان المساله دي فيها الايكويشن اللي احنا ما كناش فاهمينها في المساله دي الاكزامبل اللي فوق انا انا بقول لا ده بالعكس ده انا هقول لك الفكره وانت اللي هتحلها ده احسن. بص بقى هنا في سهم اهو ده سهم اهو ده سهم خلاص ادي المعادله اهي بيقول لك الماده البوتاسيوم كلوريت ده اللي هركز عليه اهو بتتفكك لحاجتين مين اهم واحد اللي هتطبق عليه الايدل جاز الاكسجين ايوه بالظبط الاكسجين يبقى انا لما اجي اعمل مور ريشيو هعمله بين مين ومين هنا قبل السهم ماده واحده فانت محظوظ يعني مش محتاج تفكر هستخدم ايه وايه زي المساله اللي فاتت كنت بتقولوا لي اشمعنى الزد ان ليه مش الاتش سي ال صح المساله دي بقى هو اجباري هتعمل ايه هتعمل المور ريشيو بايه بين مين ومين بين البوتاسيوم كلوريت وبين مين
الاكسجين. الاكسجين. طب هنا واضحه ان هي ايه 1 تو 1 واحد الى واحد ولا 2 ل 3؟ 2 ل 3. 2 ل 3. 2 ل 3. فكره المساله دي الستيب 1 هتعمل المولر ريشيو نمبر 2 بي في ايكوال ان ار تي، خلصت بس كده خلاص. تمام يا دكتور. تمام تمام. المسألة اللي بعدها معلش هننطلق شوية في التوتوريال، واللي عنده أسئلة هنخليها في الآخر. كالكوليت النمبر اوف موليكولز. يعني ايه نمبر اوف موليكولز؟ المطلوب اتفقنا بنعمل عليه هايلايت علامة كده او هي حاجة، عدد المولات عدد افوجادرو المتبقية. ايوه والله جدع، برافو عليك. المتبقية في الكترونيك فاكيوم تيوب، الكترون انبوب التفريغ معينة. عارفين يعني ايه كاباستي؟ فوليوم. ايوه يعني فوليوم. طب ما عرفتهاش، اعرفها من اليونت. اي حاجة كيوب يبقى ده فوليوم، يبقى الفوليوم 180 سنتيمتر كيوب بتاع التيوب دي. التيوب دي الفوليوم بتاعها 180 which has been evacuated and sealed off، يعني فتحها وقفلها عند 25 ديجري سيليزيوس. البريشر ساعتها كان قد كده مليمتر مركري، يعني عنده انبوبه، انبوبه تفريغ اي تيوب باي منظر. خلاص التيوب دي فيها موليكولز، خلاص موليكولز قد كده. الموليكولز دي بتعمل كوليجنز، الكوليجنز دي بتعمل بريشر. خلاص هو فتحها وقفلها، لما فتحها وقفلها ابتدت الموليكولز ايه تنقص، صح؟ تمام. هو عايز يحسب بقى عدد الموليكولز اللي جوه بعد ما ايه، ها، بعد ما قفلها سيلد اوف. يعني ايه قفلها؟ طلع الجيفن بتاعتك زي ما علمتك، او بالعكس اكتب القانون وطلع الجيفن. النمبر اوف موليكولز ايه؟ النمبر اوف موليكولز لسه الباشمهندس قايل، ها، بي في ان سمول في ان ايه؟ ايوه يساوي ان مين؟ البي في في الار تي في 10 في 23. تمام حلو قوي ممتاز. طيب انا بقى مش عايز احل مساله، انا عايز ان احنا زي ما قلت لكم المحل المسائل ده نذاكر منه كمان. بمعنى ايه؟ اي واحد يقول لك الان دي انا عايز اجيبها مش مدهني في المساله، يبقى قدامي كام سكه؟ سكتين ماس على المولر ماس، يا اما ايه البي في على ار تي. ايوه البي في على ان ار تي. بس في سكه ثالثه بس بس مش هنخترع بقى، يبقى احنا هنشوف الجيفن موجهنا لفين. اشوف بقى، يلا مدينا ماس في المساله، لا ده مدينا ايه فوليوم، ومدينا بريشر، ومدينا تمبريتشر، يبقى غصب عني هجهز الان منين؟ بي في ار تي. بي في اوفر ار تي. هجهز الان من هنا واعوض بيها هنا، خلصت بس خلاص. بس خلي بالك من حاجه، اليونتس عندك مش ماشي مع بعض. هي دي التريك اللي موجود، هي دي التريك اللي في المساله. اليونتس ممكن نحوله لمتر كيوب. ايوه بالظبط. فانا هعمل ايه؟ انا هعمل النمبر اوف مول بيساوي بي في على ايه؟ على ار تي. الفوليوم على جنب كده 180 سنتيمتر. 10 باور نيجاتيف 6. ايوه عشان احوله لمتر كيوب. 10 باور. ايوه 10 باور نيجاتيف 6. خلاص طيب البريشر انا مش ممكن احوله لتر، نحوله لباسكال. بس انا هحلها بالمتر كيوب والبريشر بالباسكال عشان يبقى تغيير. احنا كتير حلينا ليتر واي تي ام، احنا مش صنبه، لا عايزين نغير عشان يترتب على كده. الار هتبقى بكام؟ الار هتبقى 8.4. نجرب كده، نجرب مره. خلاص طيب البريشر بيقول لي ايه؟ البريشر هضربه 101320 على 700. لا عايزين طريقه يا باشمهندس، طريقه كده 10 13 25 على 760 نجيبها بالاتموسفير. يا جماعه انا عايز طريقه. بصوا انتوا ممكن السنه اللي قدام معلش المايك، بس المايك اقفل المايك وانا بس اللي اتكلم، اقفل المايك بس عشان الدوشه. طيب انا اخدت القاعده بتقول لي ايه؟
الرول انه 760 ملي متر ميركوري اقسم على 760 في قد ايه؟ 101325 باسكال. مش دي القاعده اللي احنا خدناها في اول محاضره خالص؟ يبقى اقول كده، يبقى 1 في 10 اس ايه سالب 7 ملي متر ايه ميركوري في قد ايه باسكال؟ اروح اعمل كروس ملتيبليكيشن، يبقى اقول له ان البريشر اللي انت عايزه البريشر ايكوال ايه ده في ده على ده، يبقى 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في مين 101325 على مين على 760. حد كده يحسبها لي؟ وان بوينت سري في عشر وسالب خمسة. متأكدين؟ تمام. هيبقى ايه؟ باسكال. يبقى هو ده اللي انا هستخدمه، هم دول اللي انا ايه هستخدمهم. ليه؟ لان دول متر كيوب وده ايه باسكال، يبقى يمشوا مع بعض خلاص. طب الار 8.3 بالظبط. شفت بقى؟ شفت الشغل في المساله؟ يبقى عمرك ما هتعرف تحل المساله غير ما تعمل الشغل اللي في الجنب ده والتحويل. يبقى مش عايز حد يا جماعه يقول لي اما سالت احول ازاي لقيتكم ايه اقسم على 760 لا اقدر. لا، فين الطريقه اللي تقدر تجيب بيها اي تحويله كده؟ اللي هي اشوف الملي متر ميركوري في قد ايه باسكال، وبناء عليه اشوف الملي متر ميركوري بيكافئ قد ايه، لان انا حافظ ان 760 ملي متر ميركوري قد كده باسكال، فخلاص تقدر تجيب اي حاجه. طيب يبقى الان بكام؟ البي 1.3 الفوليوم الار التي كانت كام؟ كنا طلعناها هنا عشان برضو ايه الجيفن كلها تبقى معايا. لو جيت حسبت النمبر فمول هيطلع بكام؟ 9.4 × 10⁻¹⁹ مولز. يبقى النمبر ها اوف موليكولز. اه دكتور طلع مش كده. ايوه بيساوي ايه؟ لان اللي احنا طلعناه في عدد الافوكادو في مين؟ ايوه جدع اللي هو ايه 6.6 ده لازم تحفظه مش هديهولك. 6.02 × 10³. تمام هتطلع بكام في الاخر؟ 5.6 × 10⁻¹ 5 ايه؟ ايه اللي معلش يا دكتور مش 6.02 ولا او 2 بس؟ فين دي؟ اللي هو العدد افوكادروس. لا لا 6.02 لا لا خلاص موافي يعني كده اوكي يعني مش مشكله مش هتاثر قوي يعني. 5.7 × 10⁻¹ ايوه تمام صح. ايه 5.6 × 10⁻¹ 5.6 × 10⁻¹ كده تمام ايوه. فيها مشكله المساله انت باين ان انت حلها عشان بنشرح، انما انت لما تيجي تحل هتحلها على طول. انت هتقول ايه؟ هتقول ان على طول ان الان سمول في الان كابيتال وتبتدي تشتغل يعني مش محتاج ان انت احنا عشان طلعنا مش عارف ايه وطلعنا يعني بفهمك ورسمته بتاع باين ان الموضوع كبير، انما هو مش كبير ولا حاجه. لو المعلومه في دماغك هتعملها على طول. دكتور سمعت يا دكتور اسال سؤال، هو يعني الواحد باسكال ده بيساوي نيوتن لكل متر تربيع ولا انا كاتبها غلط في الجدول ولا لا؟ انت في حاجه مش يعني ايه واحد باسكال؟ لا يعني الجدول يعني... الجدول بيقول ان معنى ايه الجدول؟ بيقول ان لما البريشر يبقى بالباسكال والفوليوم يبقى بالمتر كيوب يبقى الار بكذا. يعني الجدول ده ما بيدكش علاقه البي والفي، ما بيدكش قد ايه من بعض.
الجدول ده بيقول لك استخدم انهي بريشر مع انهي فوليوم. في حاجه اسمها اس اي يونت. ايوه في حاجات بتحب تشتغل مع حاجات. ده معنى كلمه اس اي يونت. مش هيسيبوا العمليه كده كل واحد يحل المساله بدماغه. يعني ممكن لو انا من غير اس اي يونت واحد يطلع لي 500 تتحل بكذا رقم. طب فين الرقم الصح؟ عشان كده جت الناس قالوا بتوع الفيزيكس قالوا لازم نعمل حاجه اسمها اس اي يونت نوحد الدنيا، نوحد اليونتس اللي هنشتغل بيها. لان لو سيبنا الناس كل واحد يحل مسالته بمزاجه باليونتس بتاعته اللي على مزاجه الدنيا هتبوظ، مش هيبقى في مساله اصلا، مش هيبقى في حل. فاهم؟ ايوه يا دكتور تمام شكرا. تمام دكتور. طب دكتور سؤال، هو انا لو كنت عملتها بالاتوم واللتر كانت هتطلع معايا المفروض نفس عدد المولات صح؟ طبعا طبعا هتطلع نفس عدد المولات، ويترتب على كده هيطلع نفس عدد ايه، نفس النمبر اوف موليكولز. تمام. طب هو انا طلع معايا رقم غلط، فالرقم المكتوب ده اكيد صح؟ هي يعني الرقم اللي انا طلعته. لا أنا... ايوه طلعتي كام؟ تمام طلعتيها كام؟ انا طلعت 9.69% في 10 × 10. لا لا انا عندي المودل انسر بتشيك معايا، انا بس بقول لهم يحسبوا عشان اشغلهم، بس انا معايا المودل انسر بتشيك لو في اي حاجه. هي تطلع 5.67. لا انا بتكلم عن عدد المولات. عدد المولات 9 بوينت كام؟ طلع 9.6 × 10^10. لا في حاجه مش مظبوطه عندي، اكيد في فرق تحويله في حاجه انت حولتيها غلط. يعني اكيد بدل يعني احنا هنا قلنا ايه تايم سيمبل نيجاتيف 6 عشان تحول المتر كيوب، اكيد في حاجه عندك مش مظبوطه. طيب يا دكتور بعد اذنك، انا كنت حلتها برضو بنفس الطريقه بس طلعت ارقام قريبه شويه. قريبه عادي مش مشكله، بس اهم حاجه عارف بقى الصح ايه، ان التين باور ده ما يطلعش غلط. التين باور ده اعرف منه انك محول صح. ايوه شغلك كله صح. طلع... انما لو في فرق البلد. لو في فرق مثلا هنا 9 بوينت حاجه ونفس التين باور نيجاتيف صح ماشي. هنا برضو نفس الكلام في النمبر اوف موليكولز 10 باور ايه خلاص تمام. 10 باور 11 وعندك 5 بوينت مثلا 5 انت طلعتها 5.5 ده مش فارق خالص. انا طلعتها 5.8 باور 10 باور تمام صح تمام. لان في ناس في ناس لما تيجي تحسب على الكالكوليتور بتاخد الفاينل انسر وتكمل عليه. في ناس وفي ناس بتاخد بتاخد ابروكسيميشن، وفي ناس طبعا احنا عاملين حسابنا لكل ده وعارفين ان وانت بتختار في الامتحان الاقرب يعني للي بيطلع لك في الكالكوليتور يعني. تمام شكرا لحضرتك دكتور. ايوه لو سمحت انا اشتغلت بالقانون ده ليه بس؟ انهي قانون؟ اللي هو بتاع نمبر اوف موليكولز. النمبر اوف موليكولز اللي هو ان سمول في ان كابيتال، ده اللي بيجيب لي اي عدد لاي موليكولز موجوده في اي مكان. لان انت عارف ان ال1 مول فيه افوكادوس نمبر، يعني النمبر اوف مول دي لو ب1، لو نمبر اوف مول دي ب1 يبقى نمبر اوف موليكولز ايه، هي افوكادرو صح؟ اه تمام صح. فانا عايز نمبر اوف موليكول، بس النمبر اوف مول مختلف باي بقى، بس عايز احسبه فبضرب الان في الان ايه تمام. لأي لا يبقى انا لو قلت لك نص مول هتحط نص يبقى نص في افوكادرو، لو ربع مول يبقى ربع افوكادرو. طب لان انا مش عارفها يبقى ان افوكادرو. فده اللي انا عملته، خبيت لك الان وخليتك تحسبها عشان تجيب النمبر اوف موليكولز. حلو يا جماعه حلو الاسئله دي، بس ايه بس مش عايزينها تشتت الناس، بس عشان ايه يعني اسئلتكم حلوه وكل حاجه، بس في ناس بترجعني ورا قوي. يعني بترجعني ليه ده جه؟ يعني عايزين نسال اسئله يا زمايلك بيسالوا ممكن نحل بحل تاني ممكن مش كده، بس يعني يعني يا ريت نذاكر المحاضره قبل التوتوريال عشان برضو ما نسالش او ما نرجعش ورا على الفاضي. طيب المساله دي ناقصها جيفن هنكتب الان 14 الاو 16 دي الجيفنز اللي ناقصه في المساله اللي هم الـ 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 الاوزان او الاتوميك ويت من الجدول الدوري الان ب 14 والاو ب 16. المساله دي اسايمنت. هو كده في المساله دي يا دكتور عايزنا نحسب الفوليوم اصبر خالص مش بص انا لان المساله دي انت هرجع لها تاني دلوقتي بس مش هحلها برضو. مديني 2 ماس فيها. طيب في اي حد ناقصه حاجه في الحاجات اللي فوق؟
انا عطلت في دي يا دكتور عشان لقيت 80% و20% دي اتلخبطت بيها فيها بصراحه لما جيت احلها يعني. لا لا ما تلخبطش، بص هنحلها دلوقتي. اي حد عنده مشاكل في الجزء اللي فوق تمام. بص بيقول لك the composition of air is approximately، انتم ملاحظين حاجه ان كل المسائل اللي فاتت كنا بنتعامل مع كام غاز؟ غاز واحد، صح ولا غلط؟ ها صح صح. ايوه هنا عندي كام غاز؟ اتنين غازين. اللي هو ال N2 وال O2. اعرفها منين؟ طالما قال لي كلمه composition يعني تركيب معين او نسبه معينه، هيقول لك بقى نسبه. ما هو كلمه composition دي ما تتقالش الغاز واحد، ما هو معروف انه الغاز الواحد يبقى بيشكل 100%. انما طالما قال لك the composition هيبقى هيجيب بقى دي بعديها تقسيمه، هيقول لك ده كذا وده كذا. هو فعلا الهواء بيتكون من 80 نيتروجين و20 اكسجين. طب تعال نشوف عايز ايه باي فوليوم. كالكوليت الدنسيتي اوف اير. طيب اي واحد هيفكر طبعا المساله دي ايه اخذنا شبهها او نفس المطلوب، كالكوليت الدنسيتي كنت قلت بتعامل معاها ازاي. الدنسيتي ايه؟ يا اما ماس على الفوليوم، يا اما ايه بي ام على ايه بي في على ار تي. خلاص طيب هنشتغل باني واحده. تعال نشوف دي يا دكتور دالتون لما نحل. هنشوف دلوقتي اصبر. المساله دي المساله دي طالما بيتكلم في ميكشر من الجازس، طالما بيتكلم في ميكشر من الجازس اكتر من غاز، يبقى ده ايه دالتون لو، يبقى ده ايه دالتون زلو. خلاص طيب كلمه النسبه لما بيدهاني دي ترجمتها ايه في الجيفن لما تيجي تطلعها؟ الاكس بتاعت الN2 0.8 وطبعا من غير يونت يونتلس. الاكس بتاعت الO2 0.2. خلاص وبيقول لك التمبريتشر هتبقى 293 كلفن لان 20 زائد 273، والبريشر هيبقى كام؟ بيقول لك الضغط بتاع الهواء العادي الاير، الاير معروف ان هو 1 اتموسفير 1 اتم. خلاص هنحل المساله دي ازاي؟ مين جدع يقول لي؟ انا مش محتاج المساله تاني. انا عايز الدنسي، عايز الدنسي بتاعت مين؟ بتاعت الاير. احسب البارشل بريشر بتاع الاير. ها كنت ممكن احسبها بالقانون اللي هو الاكس ايه في البي في البي توتال ولا؟ اقول لكم على حاجه. بص اولا انا هستخدم انهي قانون من الدنسي؟ ما حدش رد عليا. انا ممكن استخدم القانون التاني الثاني، واستخدم نفس القانون الثاني برضه اجيب الدنس. هستخدم القانون اللي هو بتاع المول فراكشن اللي هو لا 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 هنستخدم الماس على الفوليوم. لو عملت القانون ده غلط فادح. عارف يعني غلط فادح؟ يعني ما ينفعش. ايوه دكتور عشان ده ميكستشر مش غاز واحد. ايوه لان القانون ده فيه مولر ماس، المولر ماس دي يا جماعه لغاز واحد. هو في حاجه اسمها مولر ماس الغازين؟ المولر ماس دي خاصيه مميزه للماده ما ينفعش اجمعها. يعني انت عشان تعوض بالمولر ماس هتقول لي المولر ماس بتاع النيتروجين زائد المولر ماس بتاع الاكسجين؟ غلط طبعا. يبقى عشان انا بص المساله دي جميله جدا 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 وهتفهم لنا حاجات كتير جدا في الايه في الجازس. طيب استخدم الام في في وانا مقتنع. ليه ام في الفي؟ ليه سوري ام على الفي؟ علشان القانون الثاني ما ينفعش يعني باي حال من الاحوال ان المولر ماس دي حاجه مميزه للماده ما ينفعش ان انا اجمعها. دي بتستخدم في الغاز الواحد. الدنسي الغاز الاول والدنسي الغاز الثاني. الدنسي يا باشمهندس لما نيجي نجيبها هنجيبها عن طريق ما هو انت دلوقتي بتقول لي هجيب الدنسي بتاع الغاز الاول والدنسي بتاع الغاز الثاني، ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هتجمعهم؟ اجمع ده غلط. الدنسي خاصيه مميزه للماده برضو، يعني الدنسي بتاع الحديد معروفه، الدنسي بتاع الميه معروفه، الدنسي بتاع المواد معروفه. ما ينفعش تجمع يعني انا لو جيت جمعت وزنك على وزن واحد تالت مثلا او الدنسي بتاعتك على الدنسي بتاعت واحد تاني مثلا صاحبك هيدينا دنسي بتاعت حاجه مجهوله مش موجوده اصلا، صح ولا غلط؟ زي المولر ماس بالظبط. يبقى لا لا لا, لا دي بصوا يا جماعه المساله دي بتتحل بخمس طرق عشان اكون واقعي معاك. المساله دي بتتحل بخمس طرق كلهم بيطلعوا نفس الفاينل انسر 1.2 بس ما فيش فيهم غير الطريقه اللي انا حلها دي هي اللي صح. يعني انت لو جرب كده اجمع المولر ماس هتطلع معاك 1.2، اجمع الدنسي هتطلع معاك 1.2 في الاخر نفس الفاينل انسر بس الكونسبت غلط. هتيجي تقول لي طب ما الامتحان ام اس كيو ما حدش هيشوف حلي، هقول لك انا يعني دي بتاعتك بس افهم الصح واعمل اللي انت عايزه. خلاص فحل المساله دي، حل المساله دي الدنسي. هنفهم بقى عشان مش يعني ايه
المسألة دي مش هقبل ان حد فيها يسأل سؤال. هقول ايه؟ الدنسي بتاعت الاير ايكوال ايه؟ الام سمول عادي الماس، يعني انت لما تيجي تعمل تجربة اه بجيب 5 جرام من ده على 10 جرام من ده بيتجمع عادي، يبقى الام سمول بتاعت الان 2 زائد الام سمول بتاعت الاو 2 على مين؟ على الفوليوم التوتال. هنا ينفع جزئ الفوليوم؟ يعني انت عندك هواء في الاوضه بتاعتك، انت دلوقتي قاعد بتسمعني قاعد في اوضتك في هواء في الاوضه، هل الاكسجين بيتحرك في الكورنر اليمين والنيتروجين بيتحرك في الكورنر الشمال ولا الغازين ليهم نفس الحجم؟ نفس الحجم. نفس الحجم حتى لو النسبه مختلفه. يبقى نكتب كده عند الفوليوم، الفوليوم حجم الغاز او حجم الغازات لا يتجزأ. مهمة جدا الحتة دي، ان الفوليوم ما بيتجزأش. لو انا اديتك اكتر من غاز على برضو على الفي نفس خلاص، يبقى ليه الفوليوم بتاع الغاز؟ الغاز بينتشر وانتفر بقى، هو محطوط بانهي كمية بانهي نسبة، يبقى ما قسمش الايه الفوليوم. يبقى هو ده ال- 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 السر في المسألة دي، ان انا بستخدم قانون الدينسي ماس على الفوليوم، بجزأ الماس ما بجزأش الفوليوم. تمام. يبقى انا مهمتي ان انا اجيب الماس بتاعت الايه الان 2 والماس بتاعت الاو 2 والفوليوم هنفرده، ويبقى كده انا جبت الدنسي. طب هنكمل المساله حل، يبقى كده خلاص عشان ما نتلخبطش كده، ايه عرفنا ان ده مش هنستخدمه وده اللي هنستخدمه. مين يكمل حل معايا من الـ من الـ من البي توتال والتمبريتشر؟ هجيب الماس توتال. ايه؟ هجيب الماس توتال. جدع جدع ان توتال جدعان. يبقى هقول ايه؟ هقول ان البي في الفي ايكوال ايه؟ ان ار تي. نكتب مع بعض هنا، لما البي تبقى توتال الان دي هتبقى ايه؟ ان توتال. ان توتال. برافو عليك برافو عليك. طيب البريشر عندي بكام بتاع الهواء؟ واحد. طيب واحد. هنفرض من عندنا الفوليوم 100، مش موجود في المسألة، انا فرضت الفوليوم، الفوليوم هنفرضه ان هو ب 100. ايه ده؟ طب ليه يا دكتور انت فرضت الفوليوم 100؟ عارفين ليه؟ افرضه بواحد. جمع النسبتين. نسبه، يعني لما اقول لك 1 على 2 هي هي 2 على 4، هي هي 4 على 16، هي هي 16 على 32، هي 32 على 64، كلها بنص، صح ولا غلط؟ يبقى علشان الدنس ريشيو انا فرضت الفوليوم باي رقم. بعد ما اخلص المساله دي انت هتاخدها اسايمنت انك هتفرض الفوليوم بواحد باي رقم، كل واحد يفرضه بالرقم اللي هو عايزه، هيطلع نفس الفاينل انسر، ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ بس دي هتبقى الفي توتال يا دكتور ولا هتبقى الفي عادي؟ بس الفي اللي موجود فيها الغاز، انت فارض ان الفوليوم الغاز الغازين موجودين في فوليوم 100، انت حلها ان الغازين موجودين في فوليوم لتر، واحد تاني حلها الغازين موجودين في فوليوم نص، خلاص كل واحد حر. بس في الاخر انا عارف انها هتطلع نفس الفرق والكونسبت صح، لانها ريشيو الدنسي ماس على الفوليوم. افرض الفوليوم زي ما انت عايز، انت بتقول ان الغازين دول انا جبتهم حطيتهم في 100 لتر، واحد تاني بيقول لك انا حطيتهم في 50 لتر، انا يهمني الدنسيتي. يعني انا لو جبت ميه حطيتها في 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 كونتينر 50 لتر، وجبت ميه نفس الميه حطيتها في كونتينر 100 لتر، الدنسيتي بتتغير؟ كثافه الميه بواحد، مش هتتغير، صح ولا غلط؟ فالفوليوم مفروضه باي حاجه، مش هياثر على الدنسيتي بتاعه الماده. يبقى الفوليوم دي حاجه ما بتاثرش على الدنسيتي في حاجه، الدنسيتي دي حاجه خاصيه مميزه للماده. خلاص فهمنا ليه فرضنا الفوليوم باي رقم؟ وليكن 100 ايكوال مين؟ الان توتال. الار بكام؟ عشان طبعا انا فرضت ايوه تمام. التمبريتشر الان توتال هتطلع بكام؟ تقريبا 4.2 مولز صح ولا 4.1؟ 4.162. تمام برافو صح صح معايا. تمام استفدت ايه؟ انا جبت الان توتال، انا عايز اجيب الماس. طب مش انا عندي الاكس؟ الاكس ايه؟ ايكوال ايه؟ الان للمولر الواحد على الان توتال. ايوه بالظبط كده، الان على الان توتال. طب انا عندي الاكس وعندي الان توتال، الاكس كانت بكام؟ معلش ممكن نطلع فوق بس 80 في 8 من 10 8 من 10 الان 2 على مين؟ الان توتال على 4.16. يبقى الان بيساوي كام؟
3.33 مولز. تمام. طب انا عايز النمبر اوف مول ولا عايز الماس؟ الماس. ايوه يبقى 3.33 ايكوال ايه؟ ماس على ايه؟ ماس على المولر ماس. ايوه هيطلع بكام؟ فاهمينها؟ فاهمين جت ازاي؟ لازم اكتبها بالتفصيل. لا تمام جت. هو انا يا دكتور مكانش ينفع اجيب ال n من غير ما اجيب ال n توتال اصلا، ان كل واحده لوحدها ازاي كنت هتجيبها؟ ما انت معاك ال x كنت لازم تجيب ال n توتال. هتطلع بكام؟ 93.1844 واروزها كده عشان ايه؟ دي اللي ايه؟ بتاعت النيتروجين. لا مش فاهم الحاجة دي دكتور. مش فاهم ايه؟ انهي حتة؟ من اول 3.33 الام ليه 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 الـ number of mole mass على الفوليوم سوري الماس على المولر ماس. هو ده اللي انا عملته. الـ number of mole اهو المولر ماس بتاع النيتروجين، ان عندي النيتروجينال واحدة ب 14 يبقى 2 في 14 عشان هو N2. تمام سوري. خلاص؟ تمام. طب نفس اللي انا عملته ده هعمله في ايه؟ في الاوتو. بس محدش عنده سكة تانية اسهل؟ مش انا عندي ال N total وعندي دي؟ بس ليه اتعب نفسي واعمل الاكس تاني؟ as you like. انا بقول لك انت اعمل اللي انت عايزه طالما صح، بس يعني طالما في سكه تانية خلاص. انا عندي ال n total بكام؟ no2 بلس مين؟ يبقى ال no2 بتساوي 4.16 زائد كام؟ سوري ناقص كام؟ 3.33. يعني انتوا يا جماعه يعني المساله لما وصلت لكم معناها بالفهم، انا عارف ان في ناس عكت فيها مع نفسها، بس لما فهمتها دلوقتي حسيت بايه؟ دي عبيطه خالص. انا سالت فيها كتير، ناس كتير جم سالوني يعني. اصل الفكره كلها كانت في اللي هي 80% الواحد اتلخبط لما شافها كده بصراحه اتلخبط. لا 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 دلت له اكس وانطلق انطلق ما فيهاش اي حاجه خلاص. بعد كده اجيب مين؟ الماس. ايكوال الماس على المولر ماس، بس الاكسجين بقى ب 16 انما النيتروجين كان ب 14. ناخد بالنا يبقى الماس بكام بتاع الاو 2؟ 26.624. خلاص اهو بس كده هتعوض وتجيب الدينستي بمنتهى السهوله. يبقى الدينستي ايكوال ايه؟ ده في الماس توتال اوفر فوليوم توتال على الدي توتال. اللي احنا افترضناه ب 100. ايوه هتفرق. هتفرق بقى يا باشمهندس انت بتتكلم، لو قلنا 50 هتفرق في حاجه ولا اي حاجه؟ طالما الماده بتتحط في كذا فوليوم ده ما ياثرش على الدنس يا جماعه. يعني لو قسمت الرقم ده على 100 هو اللي مقسمه على 50 دلوقتي. لا, لا 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 انت كده ما فهمتش. ما انت لو هتفرض الفوليوم برقم تاني يبقى ابني مسالتك من الاول على الرقم ده. يعني تعالى هنا تعالى هنا ما تعوضليش ب 100، فهتطلع لك الان توتال مختلفه وهتطلع لك ارقام مختلفه، بس الفاينل ريشيو يطلع واحد. يعني هيطلع يعني نفس 1.2 هيطلع 1.2. ده الحل الوحيد الصح. يعني كده فكرة ان انا لما يبقى معايا اي ميكستشر لازم استخدم القانون بتاع الدينستي ايكوال الماس على الفوليوم. ايوه بالظبط كده. وتجزئي مين وما تجزئيش مين؟
تجزئي الماس بس مش هجزئ الفوليوم. ايوه، يبقى المساله دي علمتنا حاجه مهمه جدا ما كناش عارفينها، ان ايه؟ الفوليوم لا يتجزئ. انا هحل المسالتين كمان اللي هي الاسود والبقى الاخيره دي اساينمنت الاخيره واللي قبله. هنقول الارقام تاني، انت كده كده هتلاقيهم بالاحمر في الشيت وانا عامل له يعني ابلود من المره اللي فاتت. طيب طبعا انتوا يعني بعد ما حلينا مساله الدينستي الدسمه دي كلكم هتشوفوا المساله دي دلوقتي هتحلوها على طول. ها ميكشر يبقى ايه وانا مغمض؟ يبقى عباره عن دالتون لو. الدينستي دي لو طلبها او اداها زي ما قلنا احنا، انا بتكلم على الكي ووردز بتاعت ايه، بتاعت القانون اللي هنستخدمه. لو لقيت ايه اطبق ايه، زي ما قلت لك كومبوزيشن دالتون، ميكشر دالتون، ايه كمان لو لقيته في المساله اطبق دالتون. بارشل، البارشل ده معناه ايه؟ معناه برضو دالتون. ما هو كلمة بارشل يعني جزء من خليط، جزء من 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 توت من كل، فاهم؟ يبقى لو لقيت ميكشر يبقى الاقي بعديه مديني غازين اهو، الغاز ال N2O وغاز ال NO اكزيرس ا بريشر 1.32 الاثنين اللي هما الميكشر يعني، يبقى ده اسمه البي توتال. بيقول لك احسب لي البارشل بريشر بتاع كل غاز. مسألة صريحة تعويض مباشر في دالتون. اهو بي توتال، بس هو مش قايل لك ان ده بي توتال، انت فهمتها من صياغه مين؟ من صياغه السؤال. مين اللي اكزيرتس الميكشر اللي هم التو جازز، يبقى ده اسمه البي توتال، يبقى 1.32 ATM خلاص. ومدينا الماس بتاع ال N2O 0.924 جرام، والماس بتاع ال NO equal 0.825 جرام، وعايز ال PN2O وال PNO خلاص كده، مش محتاج ابص في المساله تاني. طيب هنعمل ايه؟ نكتب قانون البي الاكس الاول. ايوه يبقى الخطوات كده بالترتيب، ان 2 او ايكوال بتساوي اكس اكس ان او ان 2 او في البي توتال. في البي توتال حلو. طيب يبقى اقول ايه؟ ايكوال ان ان 2 او على مين؟ على ان توتال. في مين؟ ان توتال، لانه مش مديك الاكس صراحه. يبقى احسبها، عايز تحسبها في خطوه لوحدها وترجع تحسبها تعوض على طول، مش مشكله. طيب هنا انا مديك ماس بس مش مديك نمبر اوف مولز، ومديك اتوميك ويت وزن من جدول الدوري. تعمل ايه بقى ساعتك؟ ايوه يبقى النمبر اوف مول، النمبر اوف مول محتاج انك تحسبه. هروح اعمل ايه في نفس الـ 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 الناحيه اللي انت بتجهز فيها؟ النمبر اوف مول اجهزه الاول وارجع اعوض بيه. انه ايكوال 0.924 على كام؟ 2 في 14 زائد 16. 2 في 14 زائد 16. 2 في 14 زائد 16 ده هيطلع بكام؟ 0.021. ايه؟ 0.021 مول. تمام. طيب الثانيه؟ لا 0.021 مش 21 بس. تمام صح يا باشمهندس. ماشي ماشي تمام. هي الثانيه اقول ايه؟ 0.840 على كام؟ 14 زائد 16 هتطلع كام؟ 0.00 معلش واحد بس يتكلم، هتطلع كام؟ 0.09 نتكلم انا اي حد، يبقى 0.02075. متأكد اللي كان بيحسب معايا صح؟ اه والله متأكد، مطلعها كده على الآلة. ايوه صح يا دكتور. دلوقتي لما لحظة واحدة يا شباب، لحظة واحدة ولا يهمك. لا
يا شباب احنا كنا بنقول ايه؟ حسبنا هنا ال n بتاع ال n2o طلعت 0.021 وبنفس الكيفيه هنحسب ال n number of mole بتاع ال n2o طلع كام؟ 0.0275 خلاص. طيب من هنا اقدر اجيب مين؟ ان توتال. ايوه جدع. اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل ايه؟ اروح شادد خط كده واعمل سميشن. ان توتال بيساوي ايه؟ بسيطه يعني مش محتاج كالكوليتر. 0.0224 و718. ايوه ثواني هكتبها على جنب بس. ان توتال 0.0485 بس كده. كده جهزت كور. يبقى ده اللي انا ايه هستخدمه عشان احسب الاكس. اعوض بقى وانا مستريح. يبقى النمبر اوف مول اللي فوق 0.021 اهو على الان توتال 0.0485 في مين؟ البي توتال اللي هي 1.32 اللي احنا طلعناها فوق اهي. هيطلع قد كده اي تي ام. يطلع 0.572. طيب لما اجي بص احنا بعد كده هنعمل علامه صح وبقى تشيك انت مع نفسك. طيب لما اجي اعمل البي الثانيه اللي هو ده محتاج اعمل نفس الكلام ده تاني؟ لا هو بي توتال ناقص يعني انا بالظبط كده بالظبط ماينس طالما انا بديك التوتال ايكوال الرقم ده صح؟ والله ايوه تمام طيب. لا هو طلع لي 0.544 قريب قريب. يبقى البي بتاع الانو هيطلع قد كده اي تي ام 0.75. ايه رايكم في المساله؟ مساله تعويض مباشر ما فيهاش لا دينسي بقى ولا فوليوم ولا تعمل اي حاجه. هي هتبقى زائد معلش بس يا دكتور انا ما خدتش بالي ال ان تي طلعت ازاي. جمعنا ال ان ان 2 او جمعناه جمعنا لا لا تمام اعمل سميشن عادي ده بلس ده ده بلس ده طيب نشوف المساله اخر مساله ودي تعتبر بقى مراجعه على الايدل جاز كله بقى. المساله دي هتخلينا نجيب الشابتر من اوله لاخره اللي هو الايدل جاز يعني. يلا سلكت القانون بارشل يعني ايه؟ دالتون. دالتون خلاص كده انت حليت كده انت حليت المساله بنسبه 50%. طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول ان النيون مديك البريشر بتاع النيون والارجون مديك البريشر لان اي تي ام اهو. بيقول لك ايه ميكشر برضو تاكيد ميكشر اوف تو جازز تاكيد ان ايه استخدم دالتون. حلو قوي. المساله فيها ثلاث مطالب A والبي والسي. في المطلوب الاولاني بيقول لك وات از ذا مول فراكشن اوف ايتش جاز ان ذا ميكشر. عايز يحسب المول فراكشن. طب احنا متعودين نحل ازاي؟ اطلع الجيفن البي بتاعت مين الان اي النيون ايكوال كام 0.225 اي تي ام والبي بتاعت الارجون بكام 0.75 اي تي ام. طيب وانا عارف ان انا استخدم دالتون. طب دالتون بيقول لي قانون دالتون فيه ايه لما اجي اطبق دالتون على الغاز الاولاني 4 كده 4 نيون للنيون يبقى البي نيون ايكوال الاكس نيون في مين في البي توتال. طب انت عندك ايوه يبقى لازم ايه اجمع الاثنين دول واجيب مين البي توتال. البي توتال بكام دي سهله دي 7 و2 كام 9 5 و2 7 يبقى ايه اي تي ام. يبقى طلعت البي توتال كده انت مش محتاج حاجه. اول مطلوب بيقول لك كالكوليت المول فراكشن احسب لي الاكس بتاعت كل غاز اهي. انا عايز الاكس بتاعت كل غاز عندك دي وعندك دي تنفع تجيب الاكس ولا ما ينفعش؟ طب بس اروح اعمل ايه قايل له الاكس نيون ايكوال البريشر بتاع النيون
0.225 على مين؟ على 0.975. هتطلع كام؟ 0.23. يونتلس من غير يونت. يبقى مين جدع يقول لي التانية هتطلع كام؟ الاكس ممتاز ممتاز جدا، مش محتاج اعمل كل ده. مره بعد مره يا جماعه، لما تيجي لما تسمع كتير وتحل كتير هتلاقي نفسك بتسيف تايم اكتر واكتر. يبقى الاكس نيون بلس الاكس ارجون ايكوال 1، يبقى الاكس ارجون ايكوال 0.77 علشان بقيه الواحد. يعني يعني هتودي تقول 1 ماينس 0.23 هتطلع 0.77. خلاص، يبقى انا كده ده المطلوب الاولاني طلعت 0.23 و0.77. المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك if the mixture occupies 5.1 liter عند التمبريتشر دي، what is the total number of moles؟ اه ده ابتدى يدينا حاجات شبه مين؟ ها خليك خلي 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 خليك متابع معايا. الفوليوم بكام عشان اكتبه تحت، والتمبريتشر كام؟ ايوه هكتبه تحت بالظبط. اروح كاتب كده، اروح كاتب كده الفوليوم توتال. فوليوم، بص total. هو مفيش حاجه اسمها الفوليوم توتال، هو اسمه فوليوم لان انا قلت لك الفوليوم ما بيتجزأش، فمفيش توتال ومفيش كده، مفيش حاجه اسمها بارشل فوليوم، بس في حاجه اسمها بارشل بريشر. تمام خلاص. 5.1 لتر، التمبريتشر كانت 100 سيليزيوس، 373 كلفن، 373 كلفن. هو عايز الان توتال، احسب لي التوتال نمبر اوف مولز. بيفكرنا بايه الشكل ده؟ البي توتال في الفي بتساوي الان توتال في الار تي. انا 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 مبسوط منك بجد. ليه؟ لان قال صح، ما قالش بي في ايكوال ان ار تي، بس قال قال ايه؟ قال بي توتال في الفي ايكوال ان توتال ار تي. يعني لازم عشان تحسب الان توتال لازم دي تكون ايه؟ البي توتال لازم. فانت عندك 3 بي، 3 بريشرز، هتاخد انهي واحده منهم؟ الاخيره. ايوه الاخيره توتال 0.975. يبقى 0.975 في الفوليوم اللي هو 5.1، وانا متاكد طبعا ان الوحدات ماشيه مع بعض لتر واتموسفير، بتساوي الان توتال الار 0 التي 373 كيلو. الان توتال هتطلع بكام؟ 0.16. طلع معايا تمام كده. تمام بس كده. يبقى خلينا نطبق بي في كل ان ار تي، خلينا نطبق دلتا اللو. تعال نشوف المطلوب الثالث. بيقول لك ايه؟ احسب لي وزن كل غاز، وزن هاو ميني جرامز اوف ايتش غاز از بريزنت ان ذا ميكشر. عارفين بقى لو انت عايز تربط المسائل، ايه علاقه المساله دي باللي قبلها؟ المساله اللي فاتت، المساله اللي فاتت كان مدينا الاوزان، كان مدينا اوزان وطالب بريشر، مش ملاحظين كده؟ مدينا اوزان وطالب بريشر. المساله بقى دي العكس، يعني بالظبط. ايوه مديك طبعا مديك البريشر وطالب مين؟ وطالب الماس وطالب الاوزان. يبقى كده انت بتربط الدنيا مع بعض، بحيث كده ايه، يبقى انت بتعرف المساله هتوجهك يا اما لايه يا اما لايه. هنحسب وزن كل غاز ازاي؟ ثواني بس ازود صفحه، نجيب النمبر اوف مولز بتاع كل غاز. حد ناقص حاجه بس الاول في في اللي احنا قلناه ده؟ حد ما كتبش حاجه او ناقصه حاجه؟ طيب انا زودت صفحه في الاخر هنا. نرجع تاني، احسب ازاي الاوزان؟
حسبناها قبل كده، حسبناها في مسألة الدينستي. كنت بقول ايه؟ المول فراكشن هيساوي الان بتاع الان اي على ان توتال النيون. طرف اكس نيون ايكوال مين؟ ان النيون على ان توتال. صح ولا غلط؟ تمام. طب الاكس نيون بيستخدم المطلوب الاولاني بكام؟ 23% 0.23. الان توتال 0.6. يبقى كده من هنا اقدر اجيب ايه؟ من هنا اقدر اجيب ايه؟ لان نيون. ايوه هتطلع معاك بكام الان نيون؟ 0.037. تمام. انا بس كده انا عايز الماس. هنضربها في بقول ايه؟ هنضربها في البولر ماس. خلينا عشان الناس ما تتلخبطش نمشي واحده واحده. النمبر اوف مول ماس على المولر ماس يبقى 0.0368 ايكوال الغاز النيون ده. عشان هنوه لحاجه دلوقتي مهمه، انا عايز الماس بتاعته المولر ماس. بصوا بقى، انتوا عارفين النوبل جاز، النوبل جاز اللي هي الغازات النبيله اللي واخدها يعني بالعربي والانجليزي. النوبل جاز دي ينفع تتعمل داي؟ يعني ينفع اقول NE2 او AR2؟ لا هي ايوه. لو انا جبت لك في الامتحان نيون بالكلام، ما جبتلكش بالرمز السيمبل، الناس كتيره بتغلط وتكتب ايه نيون NE2 غلط. علشان لما بتيجي تحسب المولر ماس بتاخد ال20 دي بتاعه النيون تضربها في 2، وده اكبر غلط. النوبل جازس ما بتتعملش داي، بتتعمل مونو زي ما هي، يعني لازم تكون احاديه مش ثنائيه. خلاص، اي الهيليوم الارجون اي حاجه من النوبل جاز. خلاص. طيب هنا بكام المولر ماس لما شفناه فوق؟ كان 20.2. يبقى الماس بكام؟ الماس بتاع النيون هحسبوه كده 0.74. ايه 0.74؟ ايوه 0.7. بس كده. وبالمثل هتعمل الام بتاعه الارجون، مش محتاجه اكملها طبعا. دكتور بس ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ طب الاول انا اسال، حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه النهارده؟ انا بس عايز اطلع بكونكلوجن، انا عايز اطلع بكونكلوجن قبل ما تقول لي كله تمام والكلام ده. انا عايز اطلع بكونكلوجن، ايه هدف التوتوريال النهارده؟ مش انك تعرف تحل المسائل. طيب بشوف الحاجه اللي انا واقع فيها. انت ممكن، انا بعته من اسبوع، اكيد انا عارف ان في ناس شاطره وحلت من نفسها، واكيد اكيد لما سمعتني اضاف لهم حاجات. ده اللي انا عايزه، ان الحاجات اللي انا بقولها لك دي تسجلها، حتى لو انت شاطر، حتى لو بتعرف تحل، ملهاش علاقه، لازم تمشي بطريقه. لو لقيت ايه اعمل ايه؟ انت عارفين احنا هناخد كام شابتر. مش بخوفك او با 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 او بقول لك حاجه، احنا يا جماعه هيجي لنا وقت هنقول المساله دي شابتر 1 ولا 2 ولا 3. فلو ما عرفتش دلوقتي تصنف المساله هتيجي قدام تقع. لو عرفت مشيت معايا تصنف المساله من الاول، والله مفيش حاجه هتقف قدامك خالص في المسائل بالذات، لان انتوا عارفين اكتر من 70% من الامتحان بيبقى مسائل، والجزء التاني بيبقى على النظري، تعريف مش عارف ايه، اجيب لك اختيارات في تعريف مش عارف ايه، علاقات مع بعض، حاجات كده. فواحد يعني انا موجود بكرر تاني يوم الاربعاء للي عنده اسئله. يوم الاربعاء الجاي والخميس الناس هتسلم لي الاساينمنت كله، يعني كل المسائل اللي حلتها واللي ما حلتهاش هيحلوا لي كل ده في فايل. واللي عنده اسئله يسالني في اللاب. بالنسبه لطلبه يوم الخميس يعني ممكن نشوف وقت تاني، او يسالني في المحاضره، او يسالني في اي وقت تاني لو في اي حاجه واقفه قدامه. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. يوم الاربعاء ان شاء الله بعد جاي والخميس اللي بعدهم طلبه المعامل السكشن الفردي هيسلموا لي الاساينمنت، عشان بس يبقى في نظام وما يبقاش في زحمه في تسليم الاساينمنت، يعني كل واحد في معمله وبدون نقل. ممكن سؤال؟ معلش اتفضل. طبعا دلوقتي انا الكتاب طبعا زي ما قلت لحضرتك الليكتشر اللي فات انا جاي من الكتاب وكده، فشفت فيه الاسئله في ابلكيشن على الجاز وكده، يعني شويه امثله وكده. انا حاسس ان الامثله دي اول مره اشوفها اصلا، يعني الموضوع فعلا غريب جدا، فانا ماليش دعوه بيها ولا اللي هو الورق الاصفر.
ايوه الورق الاصفر بالظبط كده. الورق الاصفر ده لا ده في فهم بس يعني مش ابلكيشن يعني بيقول لك يعني ازاي تطبق ازاي قوانين الغازات دي بنشوفها في الطبيعه لما واحد مثلا يغطس تحت الميه في الرئه بتاعته حاجات كده يعني يعني عايز تقراها افهمها اقراها يعني مش عايز خلاص يعني, يعني ما تجيش منها حاجه زي كده صح. لا 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 الامتحان مش هيجي يا دكتور. واحنا كده خلصنا ولا لسه؟ اه انا كده خلصت. اللي عايز يطلع يتفضل. انا كده نيجي لحضرتك انت بكره يا دكتور.